أهلا بكم. هو الوقت الذي لا يتقدم، الزمن الواقف عند معبر تشرين. نغيب ونعود فنجد الساعة وقد دخلت في إضراب عام وفوضى ومحاولات العبث بعقاربها. هذا يجمدها، ذاك يتلاعب بدقائقها، وآخرون يقفزون عنها في لعبة اسمها السياسي شراء الزمن. وتلك موهبة لم تمنح إلا لبنيامين نتنياهو زعيم الحرب، الذي ضرب الرقم القياسي في أطول حرب على مر التاريخ. فقد دخلت الإبادة شهرها 12، 383 يوما بشهدائها ومفقوديها وجرحاها، ومن ظل على قيد الحياة يعيش بأطراف روح. تطبق غزة سنة أولى حرب، وعمر القتل مديد يستخدمه نتنياهو لإطالة عمره السياسي. يرفض الحلول والمقترحات، يضرب في غزة ويجتاح الضفة، إلى أن جاءته الضربة من ضفة أردنية تختزن كل غضب الأرض بصمت. عملية جريئة لسائق شاحنة أفرغ رصاصاته نيابة عن شعب محقون، نصفه فلسطيني الأصل يتطلع من ضفته الشرقية إلى الضفة الغربية، وقد ابتلعها نتنياهو على الخريطة وأزال حدودها. ليس سهلا على الأردن الشعب أن يبتلع هذا الغضب من دون تعبير، فكان الفدائي ماهر الجازي الطالع من عشيرة وقبائل ومجتمع خاض معركة الكرامة ضد إسرائيل قبل نصف قرن. هدد بنيامين نتنياهو بعد عملية اللمبي وتهديداته طالت لبنان، لكنه يفتح من جبهة الشمال حرب عودة المستوطنين مع بدء الموسم الدراسي. أما لبنان الرسمي فيفتح الاثنين دفاتره الحسابية على ضفة المركزي، فيستجوب القضاء الحاكم السابق رياض سلامي من دون توقعات ما إذا كان الحبل المالي على الجرار السياسي. وفي الرئاسة إعادة تعويم لأوراق المبادرات في انتظار اجتماع الخماسية على المستوى الدبلوماسي، مع تسجيل تكتيك جديد للرئيس نبيه بري يتعلق بجلسة واحدة ودورات متتالية، محذرا من أن نصبح أمام مشكلتي الرئاسة والانتخابات النيابية. سنقرأ في هذا المشهد من لبنان إلى المنطقة مع ضيوفنا في حلقة الليلة، الحلقة الأولى في هذا الموسم الجديد بعد إجازة الصيف. أستضيف في هذه الحلقة رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب، أيضا أستضيف السفير المصري في لبنان علاء موسى لنتحدث معه حول تحرك الخماسية وانطلاق هذا التحرك بعد الإجازة أو العطلة. ولكن سنبدأ كالمعتاد مع فقرة أولا. أولا مع جان عزيز وحسين أيوب. مساء الخير حسين أيوب، أهلا وسهلا فيك. مساء الخير جان عزيز، أهلا وسهلا فيك. مساء النور. غبنا شهر وأسبوع يمكن، ورجعنا في إشياء بعدها على حالة، في إشياء تبدلت، في إشياء تغيرت، يمكن في معطيات أضيفت، في أمور أو عناوين رجعت شوي لورا، في عناوين قدمت لقدام. رح نحكي عن كل هذه الأمور وهذه المستجدات. أستاذ جان عزيز، بدي أبدأ من ملف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامي، هذا العنوان الذي قفز إلى الواجهة خلال هذا الأسبوع. أنت كان لك مقال بأساس ميديا حكيت فيه عن التوقيت، عن المضمون وعن مصير هذا الملف. بدي أبدأ معك بالتوقيت، ليش التوقيت اليوم وليش صار اللي صار هلأ؟ أول شيء مساء الخير بعد العودة، واسمح لي أقول أنه المصادفة حلوة، عم نرجع بعيد ميلاد العذراء، إن شاء الله يكون ميلاد أمل جديد لهذا البلد التعيس. بموضوع رياض سلامي، إيه التوقيت باختصار في قراءتين، في القراءة السياسية وفي القراءة القضائية. القراءة السياسية في كتير حكي عن دول فرنسي، عن قطبة فرنسية، عن تحريض للحلقة، حتى تحديدا الحلقة اللبنانية لحوالى ماكرون. وليش هلأ؟ لأنه البعض قال أنه هلأ في فراغين، فراغ فرنسي وفراغ لبناني، ممكن أن اثنيناتهم يتقاطعوا لا حفلة عزيل على المستوى اللبناني والفرنسي. بالمقابل
في قراءة للتوقيت قضائية بحتة، يعني هون عم نحكي بالوقائع. بالوقائع كلنا بنعرف انه في تقرير الفاريزو مسال يلي صدر وحامل مضمون كتير واضح. من سنة على الأد استاذ جورج في عدة تطورات صارت بشكل متزامن، واحدة منها انه نهاية ولاية رياض سلامي، مجيء حاكم بالإنابة اللي هو وسيم منصوري، المطالبة بتطبيق مفاعيل الفاريزو مرسال. بأب 2023 انبعت هيدا الملف لعند مدعية عام جبل لبنان غدا عون، يلي عمليا ما عملت شيء بهيدا الملف. نعم بنعرف انه واخذ عليها انه كانت عم تنطلق من اتجاهات سياسية، ومن اذا بدك بنحكي بعدين هذا الموضوع سياسية. انما الاكيد انه ما تحرك هيدا الملف، انه علما انه هي اول ما من كان تنبه الى موضوع اوبتيموم يلي عنده كمان اذا بدك كواليسه كيف تسربت قصة اوبتيموم من هيئة الاسواق المالية اللي عندها وعبر مين بالسياسة. كل هذا الموضوع اذا بدك نرجع بعدين بحلقات لاحقة ممكن نحكي فيه. انما بأيار الماضي اصطدم المدعي العام التمييز الجديد مع غدا عون جمال الحجار، طلب استرداد هذه الملفات، من ضمنها ملف اوبتيموم يلي اعيد تحويله من مصرف لبنان الى جمال الحجار. وبالتالي هذا التوقيت القضائي عم بيقول انه المسار القضائي اخذ وقته، بحزيران اخذ مدعي عام تمييز الملف، درسوا على مدى شهرين فوصل الى هذا القرار. انما ان كان القراءة السياسية او القراءة القضائية اثنيناتهم عاجزين عن الجواب عن السؤال الاهم، كيف حمل حاله رياض سلامة ونزل مع سائقه لوحده على هذا الكمين المعد له؟ هيدا بعد ما حدا عنده تفسير. اكيد سمعنا انه عمل اتصالات سياسية وانه احد المسؤولين طمأنه، سمعنا انه المدعي العام التمييزي كذلك الامر بمناورة بحقله فيها من موقعه كقاضي استدرجوا الى هذه الجلسة وحولوا من مستمع له وشاهد الى مشتبه به ومن ثم فورا الى مدعي عليه. انما هيدي كل الكلام اللي بينحكى عن التوقيت، انما بيبقى الاهم هو المضمون وين رايح الملف. هل برايك هو كمين؟ طبعا. يعني انت برايك كمين بالمفهوم القضائي مش بالمفهوم الامني، وبرجع بقول لك انه هذا الكمين عنده شقين، سياسي وقضائي. بالسياسي في حدا طمن رياض سلامة. مين الحدا اللي طمن وفيك تقول مين؟ لا ما انه بالنهايه بالبلد ترى نضحك على بعضنا، انه رياض سلامة اذا بده يحكي مع حدا يا بيحكي مع نجيب مئاتي يا بيحكي مع نبيه بدري. اوساط رئيس بدري عم بتقول انه ما عنده علم بالموضوع اطلاقا. من تاني ما نجيب مئاتي كان مسافر وفي حكي انه صار اتصالات بالواسطه. فهيدا بشقه السياسي، بشقه القضائي بحق له لقاضي انه ايه يستدرج الشخص. كان ممكن هو يفكر انه ممكن يتغيب بمعذره طبيه، بداعي سفر، بدفوع شكليه، وبالتالي بحق له انه يقوم بهذه المناوره. هيدا السر يلي بعد ما حدا عنده اياه، بانتظار انه المضمون ونهايات الملف واللي هن الاهم. نعم. استاذ حسين ايوب، يعني باجواء معطياتك ومعلوماتك واتصالاتك، هل تملك روايه كامله حول هذا الموضوع؟ سمعنا الاستاذ جان بتفاصيل التوقيت وتفاصيل الحيثيات، وبرأيك يعني هل هذا التوقيف هو قصة بحث محلية أم في ضغط خارجي أو قصة خارجية أو شيء له علاقة كما يقال بموضوع التصنيف والمنطقة الرمادية؟ يعني الكل عم بيسأل هذه الأسئلة. شعبتهم هلأ. أول شيء البداية من عند 1 أب 2023، فل رياض سلامة استلموا، صار في حاكم بالوكالة اسمه الدكتور وسيم منصوري. بسبعة اب طلع تقرير الفاريز، من بعدها كل الملابسات اللي صارت حول موضوع غادة عون واوبتيموم. باول ايلول 2023 فتح مصرف لبنان تحقيق داخلي فيما يتعلق بموضوع اوبتيموم. كان في بلش اشكاليه بين الحاكمية مصرف لبنان و
القاضي غادة عون حول موضوع التسريب إلى الإعلام. صار في التباس بالبدايات منذ ذلك الوقت. الملف أحيل من هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، أحيل بأيلول 2023 على النيابة العامة التمييزية. لسبب أو لآخر ما بنعرف أنه ما تحرك القضاء بوقتها النائب العام التمييزي حول هذا الملف تحديدا. عم نحكي غسان عويدات. صح. استمر هذا الواقع لغاية شباط 22 شباط 2024. خلصت ولايته لغسان عويدات، إجا القاضي جمال الحجار. إجا جمال الحجار على النيابة العامة التمييزية، لقى واقع بالنيابة العامة التمييزية غير صحي. ومن البداية دب الصرخة هو. قال له لوزير العدل أنا بحاجة لثلاث أربع قضاة يكونوا حدت أنا أقعد نشتغل على مجموعة ملفات، ولقى الملفات متراكمة في النيابة العامة التمييزية. أخذ بعين الاعتبار أنه جمال حجار وقت اللي إجا نائب عام تمييزي بالوكالة ما اشتغل لا هو على الموضوع ولا راح لعند السياسيين ولا قدم ولا وطالع حدا نهائيا. بالمصادفات بالقضاة السنة هو كان الأول، وبالتالي إجا على المحل من دون ما يروح انطلاقا من هذا، من هذا المعطى البسيط جدا. على مدى أشهر اشتغل على مجموعة ملفات وحط مجموعة أولويات، من ضمن الأولويات اللي حطها هي الملفات اللي عم تجي من مصرف لبنان، وجزء منها كان عم ينحط بخانة سري جدا وإلى آخره، وجزء تاني كمان ملفات تقليدية عالقة مثل موضوع مرفق بيروت. بلش يشتغل على هيدي الملفات جمال الحجار إلى أن وصل لخلاصات. الخلاصة اللي وصل لها الرئيس جمال الحجار فيما يخص هذا الملف هو ملف متصل ومنفصل عن موضوع أوبتيموم. هو بلش عند أوبتيموم ولكن صار ملف قائم بذاته اسمه العقود الاستشارية، وهذا الملف قد يتقاطع لاحقا مع ملفات تانية يلي بالدرجة الأولى هو ملف فوري. يعني هو صار عنده ملف قائم بذاته اسمه ملف العقود الاستشارية. بملف العقود الاستشارية لقى في مجموعة وقائع كتير واضحة هو بهذا الملف. بالأسبوع الأخير من آب 2024 يعني الشهر الماضي اتصل هو شخصيا بحاكم مصرف لبنان السابق رياض سليمي وقال له تفضل عندي اشرب فنجان قهوة. لا طمنه ولا خلاه يقلق، يعني ما لعب لعبة الخبرية وما خبر حدا حتى عنده ولا الصحفيين انه انا استدعيت رياض سليمي. وعندما وصل رياض سليمي الى العدلية بثلاثة ايلول 2024 ما كان حدا من الصحفيين معه خبر بما فيهم اللي عنده بالمكتب يعني بيشتغلوا انه مندوب الوكالة الوطنية او مندوب الاعلام، ولا حدا تفاجأوا انه رياض سليمي صار موجود بالعدلية وفات لعنده مش عارفين هل هو مستدعى ولا فايت يشرب قهوة جاي زيارة عادية ولا في قصة، لانه ما في معه محامي ولا شيء. وبدأ يعني الملف بالجلسة ذاتها خلت القاضي ياخذ هذا القرار، وبالتالي يعني اسقاط نظرية انه انا برأيي الغطاء الدولي رفع عن رياض سلامي بآب 2023 عندما فرض الامريكي عقوبات على رياض سلامي وفرض البريطاني والكندي وكان قبلهم الفرنسي من اول ما فتحت الملفات، يعني من وقت ما فتحوا الفرنسيين ملف فوري وبلشت تركب قصة رياض سلامي بالقضاء الفرنسي والاوروبي كان واضح انه الفرنسيين رفعوا الغطاء عن رياض سلامي. فاذا حتما انت ما ممكن مين مكان لو كان انت اليوم في عندك يعني اللي بدي اقوله انا جمال حجار مش سوبرمان، يعني هو جاي يشتغل شغله كقاضي. يعني اذا مثل ما قرروا بمصرف لبنان، شو الفكرة اللي طلعت بمصرف لبنان؟ انه خيي اليوم صيت مصرف لبنان بالارض بالبلد، رياض سلامي صار من الماضي، كيف نستعيد ثقة اللبنانيين اولا بمصرف لبنان يلي متهم بانه قضى على ودائع اللبنانيين ومرتكب جريمة العصر؟ فخلينا نبلش بعملية حسابية، بعملية تنظيف داخل المصرف المركزي. وبدأت العملية بمجموعة من الدوائر وبدأ ترتيب مجموعة من الملفات. واحد من الملفات التي فتحت في مصرف لبنان وراء على هيئة التحقيق الخاصة هو هذا الملف. كان في إشكالية مع القضاء بالبداية حول تظهير الملفات إلى الإعلام والاستعجال على تطليع على الإعلام. مع الرئيس جمال حجار ما كان في هاي المشكلة نهائيا، وبالتالي كان عم بيقول لهم أنا ناقصني ورقة بعتوا لي إياها يبعتوا له إياها، بدي فلان يجي من عندكم لعندي يبعتوا يجي لعنده، بدي فلان من عندي رايح لعندكم يروح لعنده. عمليا الفكرة الأساسية استاذ جورج هي أنه اليوم إذا واحد بده يشتغل شغلته، إذا كان صحافي ولا قاضي ولا نجار ولا بنكرجي ولا شو ما كان يكون، إذا بده يشتغل شغلته اليوم بالبلد
بيقدر يشتغل شغلته من دون ما يكون في حدا واقف فوق راسه وعم بيقول له عمول هيك ولا ما تعمل. يعني هيدا اللي بيجاوب على سؤال أنا ليش على وقت أنا جمال الحجار إنه يعني شغله ليش جمال على وقته تم توقيف رياض سلام الحجار، هل هو غير الباقيين أو ليش هو وصفاته جمال الحجار؟ يعني هلا اذا بتساله انت شو طموحك، اول شيء بيتقاعد بعد سنتين، بتقول له شو طموحك؟ بيقول لك طموحي بعد سنتين لا عندي اولاد ولا مره ولا شيء نهائيا، طموحي اطلع على الحقله اشتغل وغني بس، ما بدي اكثر من هيك. يعني ما عنده طموحات سياسيه، لا طامح يعمل لا وزير ولا رئيس حكومي ولا شيء، بده يخلص شغله، لانه هو بيعتبر حاله لو اجى على هذا المجال بالقضاء بعد ما كان عامل تجربه طبيب سنين 9 سنين، اجى لانه هو بحب يشتغل بهذا المحل، بيعتبر انه هذا المحل الصح له. وبالتالي عمليا انت عم بتقول عن جد يعني حرام اليوم ينقال انه في تقول لي في مشكله بالقضاء اللبناني، اكيد في مشكله بالقضاء اللبناني، تقول لي في مشكله بالاعلام اللبناني بقول لك في مشكله بالاعلام اللبناني، تقول لي في مشكله ما بعرف وين بقول لك ايه، بس هذا لا يعني انه القضاة كلهم فاسدين ولا الاعلاميين كلهم فاسدين، يعني شيطنه كل البلد وكل الناس هذا خطا. هذا خطا. طيب فاذا مضبطه الاتهام فيها نعتبر ما له علاقه بالعقود الاستشاريه وتحديدا بال40 مليون دولار، هذه هي نحن امام ملف هذه حدوده حتى الان. طيب ما هي حتى الان، ولكن هل ممكن، سؤالي لألكن، هل ممكن تتوسع هذه الحدود، وهل ممكن يتدندل حدا تاني على الطريق؟ بدي جواب منك سجان وجواب منك سجان. في عدد من الملاحظات لابد منها. او شيء هي حساب الاستشارات بمصرف لبنان، هي منا عقود استشارية، هو حساب الاستشارات في مصرف لبنان يلي هو نوع من الهندسة المالية لتوزيع الحسابات. ملاحظة تانية استاذ جورج، انا اوافق على اللي تفضل فيه زميلنا بموضوع جمال حجار، بس في حدا يقول لي كيف القاضي علي ابراهيم بيوقف رياض سلامي بظرف 30 ثانية من بعد الإحالة، يلي هو رئيس كان عضو بهيئة التحقيق الخاصة ويلي قبل تنحى عن الموضوع نفسه، علما انه تمن فوت هلا بقضاة التانيين المعنيين بالملف، في عدد منهم كمان تنحى، وفي عدد منهم وهذا منه السر اخذ قروض مدعومه من مصرف لبنان. طبعا هي ملاحظه لابد منها. الملاحظه الثانيه، نحن عم نحكي عن ملف في تضليل كبير انعمل على مدى سنه للبنانيين، انحكى انه في سرقه 8.6 مليار دولار، شيء اللي اكيد انه هو مزحه وهو عمليه تضليل مؤذيه. هذا ملف فيه 111 مليون دولار راحوا وانحطوا بحساب الاستشارات. من هال 111 مليون دولار في 42 مليون دولار ظهروا راحوا لعند شخصين، يقال انه القضاء صار عنده دليل انه في قسم من هال 42 مليون دولار رجعوا تحولوا من مصرف خاص على حساب عند رياض سلامي. هذا هو الممسك القانوني. هلا بعض بيقول لك انه عم تفشوا هيدي مضبطه الاتهام الاساسيه اللي على اساسها تم توقيفه، هذا هو اليوم. راس الخيط الذي تم فيه توقيف رياض سلامي. طيب لا خليك لحظه معي، هيدي العمليه اكيد بتفتح على مثل ما قال زميلنا على كل ما ورد الى حساب الاستشارات يلي فيه اكيد فوري ويلي هي الشغل الاكبر. انما هون ما نرجع نحكي غير عن المضمون، بالنهايات وين بده يوصل هذا الملف؟ وهون انا بس بدي اقول ملاحظتين. الملاحظه الاولى، نحن عم نقول منطلقين من الفانيز ومارسال، مزبوط؟ طيب بالفانيز ومارسال في هود ال 111 مليون دولار حدهم في 25 مليون دولار بوزاره الطاقه، حدهم في مليار دولار يروحوا كل شهر كل شهر على الدعم يلي معروف كانت مزاريبه، وهو عم نحكي الفانيز ومارسال، في حدهم الفوايد وعمليات دعم المصارف الخاصة اللي انعملت بقرارات حكومية. طيب هيدا القضاء اذا عن جد انه هو قضاء مستقل وعم بيشتغل بهذه الخلفية مثل ما لقى ال 111 مليون مفروض يروح على المليارات، اذا لا بتكون العملية عملية تصفية محاسب المافيا لتبرئة رؤوس المافيا. تبقى ملاحظة وهي الاهم والاساس بهذا الموضوع، لازم اول شيء القضاء وثاني شيء كل الناس ينتبهوا ما ينحكى بموضوع تزوير حسابات مصرف لبنان. القضاء مش عم يبحث عن تزوير حسابات مصرف لبنان، لا استاذ جورج، لانه اذا انحكى عن تزوير بحسابات مصرف لبنان في عندك مجموعه من الحيتان داخليا وخارجيا، هؤلاء اللي ارتبطوا بلعبه اليورو بوندز وهؤلاء اللي اشتروا
سي دي اس على اليوروبونز، هودي قاعدين ناطرين حتى حدا يطلع يقول تزودت حسابات مصرف لبنان، طيطلع يقولوا شفتوا انتوا بعتونا اليوروبونز انطلاقا من بيانات مزوره، وبالتالي تفضلوا ادفعوا اليوروبونز فورا واعطونا العشرة مليار اللي بعدهم عندكم والذهبيات اللي بعدهم عندكم. نعم. مشان هيك رياض سلامه لازم يتلاحق ملفه للاخر مع الملفات الباقيه من دون ما نعرض سلامه البلد. نعم. للخطر. استاذ حسين تاستكمل معك هذا الموضوع، بكره التنين شو متوقع يصير؟ وهل ممكن ملف العقود الاستشاريه يدندل اخرين؟ لك اول شيء بس تجاوبك على شقفي سالتني عنها بموضوع فاتف، يعني موضوع اللائحه الرماديه. اللائحه الرماديه كان مطروح قبل ما يوصل وسيم منصوري على الحاكميه بالوكاله، وعندما وصل يعني انشغل لانه هني وصلوا بقاب الشباب وكان لازم يحطونا باول باخر تشرين الاول 2023. بالشغل اللي انشغل بوقت الاستباقي قدروا تفهمونا وقالوا لنا معكم 6 شهور، رجعنا مددنا كمان 6 شهور تانية، رجعنا اخذنا من تشرين الاول لا تقريبا للربيع اخذنا 6 شهور. المره نحن عم نطلب مره ثالثه عم بيجي قلنا اول مره للربيع، تاني مره لهلا لتشرين. وقت اللي عم نطلب مره ثالثه سالوا سؤال واضح، هل اذا مددنا لكم 6 شهور اضافيين انتم ممكن تنتخبوا رئيس جمهوريه؟ فكان الجواب انه مش قادر مصرف لبنان يقول انه انا بقدر انتخب رئيس جمهوريه. قادرين تشكلوا حكومه جديده؟ قالوا لهم لا. قادرين تعملوا اصلاحات؟ قالوا لهم لا. سلطه قضائيه؟ لا. الحدود تضبطوها؟ لا. التهريب والتهرب الضريبي والجمارك اللي عم بيصير عندنا بالجمارك؟ لا. فاذا يعني حجم الملفات المطلوبه نحن ناخذ فتره سماح جديده صعبه. لذلك من هذا المحل طلعت فكره انه خلينا نروح نشتغل مع المصارف المراسله الستة. وقت اللي راح على لندن هلا بهذا الموضوع كان رايحين على قاعده انه فرضيه اخذنا عرماديه صار فرضيه عاليه جدا. السؤال كان هل المصارف الستة اللي كلها رجعت عم تشتغل مع لبنان من السنه الماضيه لهلا ممكن تعمل استثناء وبالتالي تضلها ماشيه كل المعاملات مع لبنان؟ كان جوابهم كليتهم مع المصرف المركزي الانجليزي انه ما في مشكله مع لبنان ولو اخذوا. علما انه لازم نتذكر انه احنا من 22 سنه يعني قبل 2002، يعني رفيق الحريري عمل رئيس حكومي من 1992 لل 2000 وكان هو رئيس حكومي لل 2002، كنا نحن على رمادية. فنحن يعني عمليا صرنا 22 وهذا شغل ضخم انشغل بوقتها تنشلنا عن اللائحة الرمادية. ما في رابط بين التنتين، ما في رابط بين هيدا وبين هيدا، ما في رابط بين هاي مسار هذا مسار عمره العمل المالي وبين هذا مسار عمره سلام. سنوات يا جورج هذا مش مسار عمره، ولا بينضحك عليهم بقصة من هالنوع، يعني مش هالقد هن خفاف ولا اللي عم يشتغل هون بالبلد. نعم. خفيف تيروح يعمل هاي العملية الاستعراضية يعني. طيب حدا حيتدندل برأيك بكرة التنين؟ في شخصيات في نحكي عن الرئاسة في بكرة الامتحان عند القاضي بلال حلاوي. نعم. القاضي بلال حلاوي بده يستمع له، عنده خيار من اثنين، اما بياخذ قرار بتوقيفه بيصير دائما يسمع افادته كموقوف، او بده يطلق سراحه بسند بكفاله وبالتالي بيرجع. شو الارجح؟ ممكن يصير في دفوع، ممكن يصير في بالدفوع بعدين حدا يستأنف يروح على محكمة التمييز، يعني في يمكن مسار قضائي يفوتوك فيه المحامين شربوكي طويلة عريضة. انا بعتقد يعني محطة بكرة مفصل اساسي لنشوف كيف بده يروح هذا الملف. الملف هل بيكون بحدود الجناية؟ ما كمان هي قصة كبيرة، لانه بحدود الادعاء اللي انعمل بالنيابة العامة المالية، وانا مش خبير يعني بالمعنى القانوني، بعتقد نحن قدام جنح مش جنايات. بينما الملف بحد ذاته قد يصل الى الجناية يعني، او اقل كما كانت تتصور النيابة العامة التمييزية. بس هل سيتوسع يعني مع دخول هيلان اسكندر مع دخول دخول الدولة جورج؟ لانه دخول الدولة طبيعي، انت ما فيك اليوم الاوروبيين عم يشتغلوا لك على ملف 330 مليون يورو وبكرة اذا افترض انه هن استردوهن والدولة اللبنانية مش مدعية على رياض سلامة، ونفس الشيء بموضوع يعني الـ 11 او الـ 40 يعني ما رح يبقى انت محصور انت فقط بالملف الاستشاري الامر. عم اقول لك بلشت معك انه هو ملف تفرع عن اوبتيموم وممكن يتقاطع جزء منه مع فوري، وبالتالي انت عم تحكي عن مصاري عن حدود 370 مليون دولار، يعني قربنا من النصف مليار. نعم. يعني هو دفاتوا على مصرف لبنان، هو مصاري اللبنانيين، ونحن بعدنا لهلا مش عم نحكي عن الجريمة الكبرى اللي هي جريمة انه كيف طارت ودائع اللبنانية، نحن عم نحكي عن ملف جزئي ثانوي تفصيلي مش كل القضية. نعم. المالية والنقدية. نعم. بالبلد على كل حال هيدا الملف اساسي
وبعتقد رح يضل مستمر على مدى فترة مقبلة. يعني بعتقد الأحد المقبل كمان رح بيكون عنا كلام أكثر على ضوء المسار القضائي المتوقع هذا الأسبوع. إضافة لموضوع رياض سلامة، في عنا إعادة تحريك العجلة الخماسية انطلاقا من لقاء الرياض بين جان إيف لودريان والمستشار نزار العلولة والسفير البخاري، الحديث عن اجتماع مرتقب لسفراء الخماسية، إعادة تحريك المبادرات الداخلية بالنسبة للرئاسة، إن كان بالنسبة للنائب الدكتور غسان سكاف أو كتلة الاعتدال، كلام الرئيس بري، وكل هذه الأمور. جان عزيز، ماذا في الأفق رئاسيا؟ خليني أقول لك، كل هالحركة ما فيها معطى دقيق وجدي وملموس، في قراءة إيجابية ومتفائلة انبنت عليها، وهيدي القراءات خلينا نحاول نختصرها، هي إقليمية ودولية. بلشت من لما إحدى الصحف الخليجية حكت عن زيارة وفد أمريكي لطهران مباشرة، ولم يتم نفي هذا الأمر. من بعدها أكيد صارت مأساة مجد الشمس ب 27 تموز الماضي، اجت ضربة الضاحية، ضربة طهران، وبداية الكلام عن ردود على إسرائيل. اللي صار آنذاك أنه أمريكا حشدت بشكل استثنائي بالمنطقة، وهذا الحشد فسر أنه رسالة لطهران، نحن جاهزين إن كان للحرب أو للتسوية. من بعد هذا الحشد صار عدة تطورات ضروري جدا نتوقف عندها. واحد، الرد المهندس من الحزب على إسرائيل. اثنين، عدم رد إيران. ثلاثة، كلام السيد من بعد الرد على إسرائيل يلي ألمح إلى أمر كتير مهم، هي إنه ربما، مثل ما قال، ربما تم سحب ثلاث أشياء من الجنوب، اللي هن شو؟ البالستي والدقيق واستراتيجي. وقال ربما، شو يعني؟ يعني المطلوب من 1701 ربما يكون نفذ أو يمكن ما يكون مطروح للتنفيذ. أربعة، طلع السيد خامنئي وقال إنه هناك ضوء أخضر للحكومة الجديدة بالتفاوض مع الأمريكيين. خمسة، العراق طلع قال وأنا عمليا خارج وحدة الساحات، أنا عندي ساحة عراقية ما عندي غيرها، مثل ما قال وزير الخارجية، وقال أنا لن أدخل بأي حرب لأنه الحرب بتدمر العراق والإخوة الفلسطينيين لا يمكن أن يقبلوا بتدمير العراق. هاي المعطيات كونت انطباع إيجابي ومتفائل بالمنطقة أنه هناك تسوية أمريكية إيرانية وشيكة، وهيدي القراءة هي اللي حركت إن كان الفرنسيين أو فيما بعد الخماسية. لكن أنا بانطباعي أنه هاي المعطيات في اثنين خارجة، لهن واحد اسمه نتنياهو، واحد اسمه السنوار، وهودي مكملين بالبينج بون يلي عم بيلعبوه، ويلي بتشوف انه بس تتقدم التفاوضات على تسوية او حتى على المستوى الاكبر بيلتقى ست رهائن قتلة، او بس يكون في محاولة انه يرجع ينعمل شيء بصير مثل العملية اللي صارت امبارح. مشان هيك بتقديري، وهذا اللي عم بيبين هلا، انه نتنياهو لا يريد اي تسوية، الامريكي بلش ييأس من امكانية تحقيق اي شيء، وعنده انتخاباته، حتى امبارح واشنطن بوست عم بتقول انه بايدن قرر انه يأجل طرحه مقتنع الى ما لا نهاية، الى حتى اشعار اخر. ومن هون بلش الكلام الداخلي، هون اذا بدك ننتقل على الداخل، بالداخل بلش يصير في ضغط كبير، عنوانه الاساسي كلام الرئيس بدي عن انه مثل ما تفضلت بالمقدمة يمكن طارت الانتخابات النيابية. شو يعني؟ في قراءتين لهذا الكلام، او في قراءة عم بتقول انه راجعين على سيناريو التسعين، ما في رئيس، ما في مجلس نيابي، ما في حكومة، باقي مؤسسات الدولة ممكن يلحقها هذا الشغور، وبالتالي انتبهوا يا لبنانيين، وتحديدا يمكن هون عم ينحكى مع المسيحيين ومع المواطنين، رايحين على مؤتمر تأسيسي، او يمكن القراءة الايجابية لا، حث وتشجيع انه تعوا انتخاب نعمل حل. لحد هذه اللحظة ما مبين شيء بالداخل، باستثناء كمان بعض الرهانات على الحركة اللي عملوها النواب اللي طلعوا من التيار الوطني الحر، لانه كمان اذا بدك بنحكي عنها في قراءة طويلة عريضة انه هيدي بتعمل كتلة اعتدال مسيحي، بتتناقى مع كتلة اعتدال
السني بلاقيهم وليد جنبلاطي بيطبخوا طبخة. هل رح يكون هيك؟ يعني عم بينحكى انه هالاربع نواب رح يبلشوا من بكره لقاءات بعيده عن الاعلام مع نواب مستقلين مع كتل لتشكيل لقاء تشاوري موسع، هل رح يطلع بايدهم يعملوا شيء؟ ليك وحركتهم يعني كيف بتنظر لها انت هلا؟ اول شيء يعني خلينا نقول انه هو مش اربعه، هودي واحد 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 واحد. لانه ما بعتقد في اثنين منهم بيلتقوا مع بعضهم. اثنين بدي افترض انه وصلوا للنتيجه القصوى. طيب ما هي كتله الاعتدال المسيحيه مع كتله الاعتدال السنيه مع كتله الاعتدال الدرزيه اللي بيمثلها وليد جنبلاط. طيب وين كتله الاعتدال الشيعيه اللي بدها تلاقيهم؟ وبالتالي هود الشباب رح يكون قدامهم مصير واحد او مصيرين، او بيرجعوا بيصطدموا بالكتله الشيعيه وبيكون في خطر انه حتى الاعتدال سقط، او رح يروحوا يشتغلوا عند الثنائي الشيعي ويعملوا اذا بدك ذميين سياسيين عندهم. وهون طبعا عم نحكي نظريا. وهون هلا اكيد هن حاولوا يحموا حالهم لانه طلعوا على تركي انه نحن تحت سقف تركي. هاي بدك تعطيني دقيقه بس هيك تنبحث انه شو يعني تحت سقف. لانه يعني حاختم معك بهذه القصه ونرجع نختم مع الاستاذ حسين بهذا الموضوع. نعم هون الكلام انه نحن تحت سقف تركي. طيب سجل معي. اول شيء من سنة ونص حمل حاله البطرك الراعي وراح بأيار 2023 اجتمع بمكرون تيقول له المعارضة اتفقت على مرشح، بتضلكم تقولوا لنا ما في مرشح، اتفقنا على مرشح. شو عملوا هالشباب؟ مش كلهم، قسم منهم. أول ناس كانوا قسم منهم طعنوا بكركي وطعنوا المعارضة بجلسة 14 حزيران. اثنين من أكثر من سنة بكركي وسيد بكركي بأكثر من 10 مواقف ومن ثم مجلس الأساقفة ومجلس البطاركة والأساقفة ضلوا ينبحوا يقولوا حذاري قيادة الجيش، ممنوع التآمر على قيادة الجيش، اوعى المس بقيادة الجيش بظل الشغور الرئاسي. شو عملوا هالشباب؟ ومش كلهم، قسم منهم، وقت اجى الاستحقاق بالمجلس النيابي اول ناس تآمروا على قيادة الجيش. ثلاثة من 10 اشهر لليوم كركي معروف شو موقفها من الصراع الدائر. شو كان موقفهم؟ مش كلهم، مش عم نحكي عن الاربعه، مش هيك قلت لك هو واحد 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 واحد. شو كان موقفهم؟ الصمت الكامل. فمشان هيك في انطباع انه في نوع من الدجل السياسي الذي يمارس بالعمل عند البعض. مش عند كلهم؟ لا مش كلهم، مش كلهم، تما نظلمهم عن جد، لانه في انتبه لا في منهم مناضل وفي منهم ظلم. بس ايه مش كلهم هيك. هلا بكركي بتستقبل مثل ما بتستقبل ابن الضال، بتستقبل الابن الدجال، بس انه لازم الامور تنحط بنصابها على امل انه توصل لمطرح. طيب تاختم معك استاذ حسين بهذا الموضوع، عندي عده اسئله. هل في عناصر جديده برايك حتمت اعاده تحريك عجله الخماسيه، ام شو قراءتك لهذا الملف اللي له علاقه بالاستحقاق الرئاسي؟ ليك خلينا نكون متفقين، اذا بده يصير في تحريك جدي للملف الرئاسي مصدره محلين، عم نحكي بظل الاستعصاء الداخلي، مش عم نحكي بظل عدم الاستعصاء. بظل الاستعصاء الداخلي بيجي الفرج الرئاسي من محل من اثنين، امريكي ايراني، وبتحط بمرتبه اقل الموضوع السعودي. بالمحلين الاولين اللي هن الامريكي الايراني، يعني في يعني اولا الامريكيين فوجئوا بالحركه اللي عملوها الفرنسيين والسعوديين، مش بجو انه في عناصر جديدة ابدا ابدا ابدا. هي واحد. اثنين، عندما التقى احد سفراء الخماسية رئيس كتلة الوفاء للمقاومة الحاج محمد رعد، حاولوا يتلمسوا، انتبهوا انه في شوي بالمضمون اذا بدك اكتر يعني من الاخر مرة وقت اللي شافوه الخماسية السفراء الخماسية، انتبهوا انه في حدة اكتر بالخطاب تبع حزب الله احد سفراء الخماسية. لذلك يعني لا من عند حزب الله، لا من عند حزب الله ولا من عند يعني ولا من عند الايرانيين في خرق بالموضوع الرئاسي. القصه بلشت مع الفرنسيين. الفرنسيين عمموا جو بباريس على سفراء الخماسيه بباريس انه في تطور جديد بالملف الرئاسي. اللي بلشوا وهذا الشيء ترجم بالرياض وترجم ببيروت، يعني تبلغوا السفراء من السفير الفرنسي انه في مستجد. لاحقا قيل انه المستجد الفرنسي اصبح مستجدا فرنسيا سعوديا، مش بس محصور. لدى محاولة التدقيق بشو هي العناصر الجديدة اللي ممكن تكون استجدت عند الفرنسيين والسعوديين، لهلأ كل العناصر بتقول
انه طبخة بحص. يعني الفرنسيين مش اول مرة بيفوتوا بالازاز، فاتوا قبل مرة بالازاز. على كل حال هن دعوا لاجتماع ب 14 ايلول قبل الظهر ببيت السفير بقصر سنور عند السفير الفرنسي. راح يصير هذا الاجتماع، راح يحطوا معطياتهم الفرنسيين والسعوديين، ولا سيما تحديدا شو هي محصلة لقاء نزار العلولة ولودريون بالرياض، وبضوء يبنى على شيء مقتضى. بعتقد انه انا في سفرة راح ياخذوا اجازاتهم يكملوا اجازاتهم من بعد الاجتماع. بالمواقف الداخلية يعني كان في تطور بموقف الرئيس بري، وكان في كلام للدكتور جعجع كمان نظر له انه في شيء من الايجابيات، كيف بتشوفه؟ ليك انا بموضوع يعني خطاب الدكتور جعجع، انا عكس الناس اللي شافوا في عناصر ايجابية، انا شفت في شغلتين بعتقد هن الاساس. يعني ربطا بشي كنا حكيناه نحن قبل الاجازة، عندما كنا عم نحكي عن الكلام اللي سمعه الدكتور جعجع حول موضوع حرب غزة وموضوع حزب الله وإسرائيل، وإنه انطروا شوي رح تسمع صرير أسنانهم، يعني عم نحكي عن حزب الله في لبنان. وبالتالي كان واضح، وأصلا طلع قال يعني كذا مرة الدكتور جعجع إنه حرب غزة ستخلق يعني شرق أوسط جديد، يعني هو طبعا مش مراهن على السنوار إنه رح ينتصر على إسرائيل وبالتالي في شرق أوسط جديد. واضح إنه كان في رهان عالي جدا على فرضية الحرب، أن تتمدد الحرب من غزة على لبنان. رأيي أنا بعد 25 شهر الماضي هذا الرهان بتصور ضعيف، إلا إذا الليلة يعني على وهج التصريحات اللي عملها نتنياهو ربطا بموضوع الشارع الإسرائيلي وربطا باللي صار باللومبي يعني على الجسر. يعني وأنا ما بعتقد في شيء جديد، يعني عنده نتنياهو والجيش الإسرائيلي، إذا صار حزب الله عامل 3000 عملية عنده 3000 ذريعة نتنياهو، إذا صار ضارب له 10,000 أو 20,000 صاروخ يعني عنده من الصواريخ ما يكفي ذرائع الإسرائيلي. وبالتالي أنا بعتقد نتنياهو على طريقته البهلوانية يعني بده يأخذ الرأي العام الإسرائيلي على فرضية حرب عالية بالتحشيد لها على الجبهة الشمالية من هالمنطلق تصريحاته، من هيدا التصريحات. لذلك أنا برأيي سقطت فرضية الحرب، هي واحد عنده لسمير جعجع، بعتقد صار متيقن أكثر من أي وقت مضى أنه هالفرضية ما لازم يراهن عليها. النقطة الثانية هي الفرضية انه كان مطمئن انه استمرار بايدن يعني جاي ترامب على رئاسة امريكا، مع هاريس بعتقد تغيرت المعادلات، والمناخات اصلا اللي عم تجي من امريكا من كل المحلات بتقول انه حظوظها يوم بعد يوم ترتفع، وبالتالي كل رهان على ترامب لازم الواحد يعيد النظر فيه. انا رأيي هودي النقطتين بالملف اللي ما حكي عنه سمير جعجع هن اهم شيء بخطاب سمير جعجع. طيب عندك تعليق على موضوع النواب الأربعة اللي ظهروا من التيار؟ ليك أنا بدي أحكي بموضوع النواب الأربعة فكرة أساسية. أولا يعني أنت عم تحكي عن أربعة بتكتل لبنان القوي هن بمواقع أساسية مجلس النواب، يعني عم تحكي عن نائب رئيس مجلس النواب، عم تحكي عن رئيس لجنة المال، عم تحكي عن رئيس لجنة الشباب والرياضة، عم تحكي عن أمين سر هيئة مكتب المجلس. يعني إذا تكتل لبنان القوي عنده يعني قوة ضاربة بطل عنده إياهم، هو هن الأربعة يلي هو قرر ظهر. وعم تحكي عن أربعة بشكل أو بآخر، إذا بناخد يعني غير جبران باسيل وحيثيته الشعبية بالبترون، يعني حتى الواحد يكون موضوع يعني، وربما في آخرين يكون عندهم حيثيات مثل فريد بستاني إلى آخره، هودي عندهم حيثيتهم يعني ما في الواحد يجهلهم. أنا بالتواصل مع ثلاثة من الأربعة حتى أكون دقيق معك، يعني واضح أنه هني هلأ عم بيختبروا بعضهم، يعني هني واحد 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 عم بيحاولوا يلاقوا أواسم مشتركة بين بعضهم، عم بيتعرفوا على بعضهم أكثر. شو بدهم يتعرفوا؟ ما كانوا بتكتل صار لهم 15 سنة 20 سنة بتكتل الأمر ولي لجبران باسيل مش لقلهم يعني كانوا. طب إيه بس وبالتالي ما بيعرفوا بعضهم. وبالتالي اليوم عمليا هني عندهم خارطة الطريق، عم بيحاولوا يتلمسوا خارطة الطريق. في خارطة الطريق في إلى شقفتين، شقفة أولى مسيحية يلي بلشوها من عند البطرك، هيدي واحدة ولازم يكملوها مع شخصيات مسيحية مستقلة مثل نعمة فريم، مثل شو اسمه يعني شو اسمه نعمة فريم، ميشيل الظاهر، جورج بوشكيان، حتى مع ملحم خلف، مع عبود جميل عبود، بدهم يحاولوا يشوفوا هاي المجموعة. هذا جزء من الشغل تبعهم مسيحيا. في جزء تاني منه أنا برأيي هذا هو الأهم، أنا برأيي هذا هو الأهم، عم نحكي نحن يعني عم نحكي على طاولة بشكل واضح. يعني اليوم إذا بتاخد حالة الاصطفاف السياسي بالبلد اللي عم بتصير، واللي أنا برأيي أنه سمير جعجع نجح بجر جبران باسيل إلى خطاب التطرف المسيحي، اليوم في حاجة موضوعية بالبلد عند الشريك الآخر المسلم، عم نحكي عن ثنائي الشيعي، عم نحكي عن وليد جملاط، عم نحكي عن سعد الحريرة ومن يمثل الشارع السني، في حاجة انه يكون في حدا بالمقلب الاخر يلاقيهم. لذلك انا بتصور هاي المجموعة اذا كانت قابلة
للتوسع أكثر فأكثر، وربما يكون في مساحات مشتركة بدأت تلعب وسامية فنجية. أنا بعتقد رح يكون في حاجة موضوعية إنه هالمجموعة تكبر، وبالتالي بمرحلة تانية بالبعد الوطني اللي بده ينعطى لها تفتح على الاعتدال، ومن ثم تفتح حتى على لبنان الجديد، وتقدر تعمل لقاء ما رح يكون عنده قواسم، يعني انه والله على الطريقة الحزبية ورئيس وشكل صياغة تنظيمية ديئة. بس انا برأيي هذا الاتجاه يستجيب الى واقع انك اليوم مين ممكن يكسر الاصطفاف اللي عم بيصير بالبلد بكل شيء، بالرئاسة بالحكومة بالخطاب السياسي، ولك بالساعة بتأخير الساعة في اصطفاف طائفي. انا بدي اتشكركم جان عزيز وحسين ايوب، هذا للحديث صلة لانه هاي بتصور كأنه المشكلة بالبلد هي عند الفريق المعارض، بينما حقيقة وعمق المشكلة عند الفريق الحاكم، والتغيير المطلوب من الفريق الحاكم مش بوهم انه يستعملوا احسن الترويضة لشرزمة المعارضة على امل فرض وجهة نظر المنظومة الحاكمة على المعارضين. للحديث تتم الأحد المقبل مع غيرها من الملفات. شكرا جان عزيز، شكرا حسين أيوب، إلى اللقاء الأحد المقبل. فاصل ونتابع هذه الحلقة. عنا السفير المصري في لبنان علاء موسى، عنا رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهب بعد هذا الفاصل. مشاهدينا نتابع حلقة الليلة من وهلأ شو. سيكون بعد قليل معنا مباشرة السفير المصري في لبنان علاء موسى لسؤاله عن عودة حراك الخماسية. أيضا سأستقبل رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب، ولكن قبل ذلك سأكون باتصال ومداخلة مع المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة الأستاذ فارس الجميل حول الجلسات المرتقبة للحكومة فيما يخص موضوع موازنة 2025 والاعتراضات التي تواجه بها هذه الجلسات المرتقبة. أستاذ فارس مساء الخير. مساء الخير أستاذ جورج، مساء الخير للمشاهدين وضيوفك الكرام. هناك جلسات في السرايا لبحث موضوع موازنة 2025، وبلشنا نسمع في اعتراضات وفي تحركات سيقال أو يقال أنها ستكون مرتقبة مع بدء هذه الجلسات. تحديدا شو الموضوع، شو واقع هذه الجلسات وهذه الموازنة، وماذا يمكن أن يقال حول هذا الأمر؟ اسمح لي أستاذ جورج، بداية أنا أتطرق إلى موضوع الجنوب. بداية نعزي بشهداء بلدة فرون، الدفاع المدني في بلدة فرون بالأمس، وهذا العدوان الهمجي الإسرائيلي المتجدد الذي تجاوز كل الخطوط الحمر سيكون بند أول على جدول أعمال الحكومة. غدا هناك اجتماع ظهرا في السراي يضم دعا إليه رئيس الحكومة، وسيضم سفراء مجلس الأمن الدولي والممثلين الأمميين في لبنان، إضافة إلى وزراء الخارجية والعدل والداخلية والبلديات والصحة العامة والبيئة. هذا الموضوع سيبحث بالتحديد في موضوع العدوان الإسرائيلي المستجد والذي تجاوز كل الخطوط ووصل إلى سيارات الإسعاف واستهدف سيارات الإسعاف ما أدى إلى سقوط 6 شهداء بالأمس. الموضوع سيكون البند أول على جدول اللقاء، سيعرض رئيس الحكومة أمام السفراء واقع الحال، سيشدد على أن لبنان الذي يتمسك بالقانون الدولي يتقدم تباعا بالشكاوى ضد العدوان الإسرائيلي على لبنان، ولكن يبدو أن هذا العدوان لا يأبه لأي قانون دولي ولا أي اعتبارات أخرى أو اعتبارات أو قواعد تحكم العمليات العسكرية بموجب القانون الدولي. من هنا فإن دولة الرئيس سيضع المعنيين أمام مسؤولياتهم ويطلب التدخل لوقف العدوان الإسرائيلي والتمادي في العدوان الذي وصل إلى سيارات الإسعاف وإلى من يعملون على إخماد النيران التي اشتعلها العدو الإسرائيلي في الجنوب. تحية لكل الجنوبيين الصامتين، تحية إلى الجنوب، وهذا الموضوع ستتم متابعته لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم. كذلك في خلال الاجتماع سيكون هناك عرض تفصيلي أمام السفراء بشأن الواقع الحال والآثار الخطيرة المدمرة التي يفتعلها العدو الإسرائيلي في الجنوب. هذا الاجتماع أساسي وهو يشكل أولوية. أما فيما يتعلق بجلسات الحكومة التي ستبدأ الثلاثاء، فهي ستناقش أولا جدول أعمال عادي، ومن ثم سيبدأ البحث بجلسات متتالية في موضوع مشروع قانون الموازنة. المستغرب أن التصعيد
الذي بدأه العسكريون المتقاعدون جاء برأينا في غير محله، لأن النقاش في موضوع الموازنة والحقوق لم يبدأ بعد، وبالتالي في هذا التصعيد غير مبرر. الحكومة دعت إلى مناقشة مشروع قانون الموازنة، وهي سترسلها بكل التفاصيل وموضوع الحقوق والزيادات إلى مجلس النواب، لكن على خط الموازن في انتظار إقرار الموازنة في مجلس النواب ستتخذ الحكومة سلسلة من الخطوات المؤقتة على غرابة الخطوات التي اتخذتها في الفترة السابقة لتأمين بعض الحقوق لجميع فئات القطاع العام من عسكريين ومدنيين وكل العاملين في القطاع العام على شكل مساعدات اجتماعية. هيدا مرتقب انه يتم بجلسة الثلاثة، يعني هذه الخطوات هذه الخطوات هناك نقاش استاذ جورج، قلت واضح هناك نقاش موازي لموضوع الموازنة. الحكومة تعلم ورئيس الحكومة يعلم ان موضوع الموازنة قد يستغرق وقتا لإقرارها في مجلس النواب. على خط الموازنة هناك اجتماعات متتالية في السرايا فقط لتأمين مساعدات آلية على غرار المساعدات التي أعطيت للقطاع العام سابقا. والجميع يعلم هذا الموضوع، وبالتالي فهذا التصعيد غير مبرر، والتهديد بإقفال السرايا وبمنع الوزراء من الدخول إلى مجلس الوزراء هل يخدم المطالب التي يطالب بها العسكريون المتقاعدون؟ هذا هو السؤال الأساسي الذي يطرح، خصوصا وأن التجارب السابقة أثبتت أن الحوار وحده هو الذي يقود إلى النتيجة المرجوة. التصعيد لا يخدم أحدا، لا أصحاب الحقوق، ويوتر الأجواء، ويكفي اللبنانيين ما يعانونه من التوترات لهذا التهديد بإقفال المطار وبإقفال طريق المطار. وهذا التصعيد لا مبرر له، لأن الحكومة لم تتأخر عن تقديم ما يلزم من مساعدات آلية وكانت واضحة في هذا الموضوع. ومن يتابع نشاط رئيس الحكومة يعلم أن الاجتماعات المتتالية تعقد في السرايا في سبيل هذا الموضوع، حتى من دعوا إلى الإضراب يعلمون جيدا أن هذا الموضوع هو قيد البحث وقد يصل إلى خواتيمه في فترة قريبة، وبالتالي هذا التصعيد ربما لأهداف إعلامية أو لا أريد أن أصعد في وجه العسكريين المتقاعدين لديهم مطالب محقة طبعا، ولكن المطالب المحقة لا تعالج بهذه الطريقة، لا بتهديد الحكومة ولا بتهديد بقطع الطريق على الوزراء. نعم، شكرا لك أستاذ فارس الجميل المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي على هذه المداخلة. أنتقل مباشرة إلى سعادة السفير المصري في لبنان علاء موسى لكي نتحدث معه حول تحرك الخماسية المرتقب الأسبوع المقبل والأجواء المتوافرة لديه. سعادة السفير مساء الخير، أهلا وسهلا فيك. مساء النور أستاذ جورج، عليك وعلى ضيوفك وعلى المستمعين جميعا. بالحقيقة اليوم الحلقة الأولى من الموسم الجديد من برنامجنا بعد إجازة الصيف في شهر آب، وهذه الحلقة تأتي على إيقاع الحديث عن عودة تحرككم كسفراء الخماسية. فسؤالي البديهي، ما الذي اقتضى، يعني ما هي المعطيات الجديدة سعادة السفير التي أفضت إلى إعادة التحريك العجلة، وهل فعلا حدد الاجتماع في 14 من أيلول في قصر الصنوبر؟ ماذا يمكن أن تعطينا من معطيات أو أجواء أو معلومات؟ طيب، أولا أستاذ جورج اسمح لنا يعني أتقدم بالتعازي للبنان في ضحايا الاعتداء الإسرائيلي أمس من شهداء الدفاع المدني، وحسنا فعل رئيس الوزراء دولة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بالدعوة غدا لاجتماع لمناقشة هذا الأمر مع سفراء دول مجلس الأمن أعضاء الدائمين وأيضا مع ممثلي المنظمات الدولية، فلعل هذا يكون تحرك يأتي بنتيجة لإيقاف هذا العدوان. أما فيما يتعلق بسؤال حضرتك، لماذا الآن الحديث عن حركة الخماسية؟ في الحقيقة احنا لو عدنا إلى الوراء بعض الشيء احنا نجد انه في شهر مايو يمكن كان في هناك زخم كبير للخماسية، وكان هناك رغبة حثيثة من قبل الخماسية بالتنسيق مع الأطراف اللبنانية للانتهاء من هذا الملف قبل نهاية شهر مايو أو على أقصى تقدير خلال شهر يونيو، وكان يحدون أمل في هذا لأنه كنا نعلم
بأنه إذا تجاوزنا هذه المدة فقد نذهب إلى تصعيد في المنطقة يؤدي إلى خلط جميع الأوراق. وهو ما حدث بالفعل، أنه شهر يوليو وشهر أغسطس شهد تصعيد كبير في المنطقة، سواء من خلال اغتيال القائد فؤاد شكر أو اغتيال أيضا الشهيد إسماعيل هنية. نعم. وبالتالي تحول الأمر، وده شيء طبيعي جدا، إلى ترتيب الأولويات، فذهبنا جميعا إلى التعامل مع موقف عاجل، ألا هو كيفية تهدئة الأوضاع في المنطقة وعدم انجرارها إلى مواجهات أكثر توسعا. وتركنا موضوع مهم وهو الملف الرئاسي، فهي فقه الأولويات، ألا وهو التعامل مع العاجل ثم المهم. نعم. بعد يمكن ما حدث في الجولة الأخيرة من التصعيد ما بين الحزب الله والجانب الإسرائيلي في 25 أغسطس، وما انتهت إليه هذه الجولة، يعني هدأت الأمور بعض الشيء، وعدنا إلى قواعد الاشتباك اللي ما زلنا بنؤكد على أنه العودة إلى قواعد الاشتباك لا يجب أن يكون نصرا، أو لا يجب أن يكون عملا على الاستمراء الوضع والتكيف معه، بالعكس يجب أن نعمل على فض الاشتباك هذا والاتجاه إلى تهدئة الوضع بالكامل. بس يعني أنا جنوب، لأنه قواعد الاشتباك في الحقيقة يمكن أن تؤدي إلى أمور أسوأ. نعم. من هذا. بس أنا ساعات سفير، بس بدي أعرف بعد ما وصلنا إلى هذا الأمر، يعني شو المعطى الجديد الذي على أساسه بتكون تتحركه، وهل فعلا الاجتماع سيكون في قصر الصنوبر ب14 أيلول؟ الآن زي ما قلت لك عدنا إلى التركيز على ملف الرئاسة، هناك حراك من الخماسية بالتنسيق مع الأطراف اللبنانية، هناك توجه إلى إعادة الزخم للملف الرئاسي للانتهاء منه في أسرع وقت، وبالتالي سوف يلتئم اجتماع سفراء الخماسية فور عودة كافة السفراء إلى بيروت، وأتصور أنه مع نهاية هذا الأسبوع سيكون حددنا بشكل قاطع موعد اجتماع الخماسية اللي هيتناول هذا الأمر بمختلف تفاصيله، ونقف أيضا على الاجتماع الأخير اللي تم في الرياض ما بين المبعوث الفرنسي والمستشار نزار العلولة بحضور السفير البخاري، هيطلعونا على هذا الأمر، وأيضا السفير الفرنسي يطلعنا على آخر تطورات الأمر، هذا سيدفع الأمور إلى الأمام ويجعلنا نقيم الأمر بشكل أكثر واقعية، ويضع أيدينا على ما هي الخارطة التي يمكن أن تؤدي بنتائج إيجابية وحل حالة هذا الملف العتيد. إذن سعادة السفير، يعني كما مثل ما عم بفهم من حضرتك أنه لحد هلأ ما في موعد محدد وحاسم بالنسبة لاجتماعكم؟ لا، احنا في الحقيقة توافقنا فيما بيننا على عقد الاجتماع، وزي ما قلت انه في عدد من السفراء لا يزالون خارج بيروت، سيعودون هذا الاسبوع، وبالتالي اتوقع انه مع بداية الاسبوع القادم يكون التأم هذا الاجتماع، لانه في الحقيقة نحن في حاجة ماسة. لأنه يعني انحكى أنه هذا الاجتماع سيكون ب14 أيلول تحديدا، يعني ما بعرف إلى أي درجة هذا التوقيت هو الذي حدد، يعني هل هذا هو التوقيت الدقيق؟ يعني إذا كان 14 أيلول يناسب بداية الأسبوع القادم، فأعتقد أن ده هيكون موعد ملائم ويكون أكثر يعني احتمالية بالنسبة للسفراء الخمس. نعم. سعادة السفير، يعني انحكى يعني ببعض المعلومات، يعني مثل ما كان عم بيقول الأستاذ حسين أيوب بالفقرة الأولى من البرنامج، أنه أحد سفراء الخماسية التقى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة الحاج محمد رعد، غير اللقاء يلي جمع سفراء الخماسية معه باستثناء طبعا السفيرة الأمريكية والسفيرة السعودية، هل حضرتك التقيت الحاج محمد رعد بلقاء ثنائي؟
أنا في الحقيقة بلتقي مع كافة الأطراف السياسية ومن بينهم طبعا الحاج محمد رعد، وبالتالي ده ليس سرا أن أنا يجب أن أتواصل مع الجميع، لأنه في الحقيقة في أعقاب 25 أغسطس يجب أن ننظر للأمور بزاوية مختلفة إيجابية. يجب علينا احنا نستغل هذه الحالة من التهدئة اللي برضو مشوبة بالحذر، لكن بتعدنا إلى تقدير الخماسية منذ اليوم الأول إلى أنه فصل ملف غزة عن ملف الرئاسة ضروري، وإذا ما كان هناك تأثير من ملف غزة على ملف الرئاسي فيجب أن نعمل لتقليل هذا التأثير وحجمه، لأنه في الحقيقة انتخاب الرئيس شيء في غاية الأهمية وسيساعد لبنان كثيرا على مواجهة إرهاصات وتداعيات حرب غزة. وبالتالي تواصلي على المستوى الشخصي مع مختلف القوى السياسية اللبنانية أمر طبيعي ومستمر، سواء بشكل ثنائي السفراء وهذه القوى أو شكل جماعي الخماسية بتحرك السفراء الخمس سويا يعني. نعم سعادة السفير، بدي منك لو سمحت تحدد لي هل هناك من إيجابيات لمستوى بمواقف داخلية معينة، أو هل هناك من تطور إيجابي حسب معلوماتك على الخط السعودي الفرنسي بالاجتماعي اللي صار بالرياض، يعني بالناحيتين داخليا وباجتماع الرياض، هل في أمور إيجابية معينة تم لمسة؟ يعني شوف طبعا أنا لا أستطيع أن أنا أتحدث عن تفاصيل اجتماع الرياض، لكن اللي أقدر أقوله أنه الحراك الفرنسي على مستوى المبعوث الرئاسي الفرنسي ولقائه في الرياض مع المستشار نزار العلاولة بحضور السفير البخاري خطوة مهمة، وده دليل على أنه الأطراف التي تتكون منها الخماسية عندها رغبة في التحرك إلى الأمام. زي ما قلت لك في حالة الآن على الأقل داخل لبنان تبدو في قدر من الإيجابية والمرونة، ويمكن أنا يعني لازم أتحدث عن أو أشير إلى خطاب الرئيس دولة الرئيس بري وأيضا خطاب الدكتور سمير جعجع اللي بيحملوا أشياء في الحقيقة أشياء إيجابية. نحن على يعني بقدراتنا على قراءة ثنايا الخطاب والرسائل الموجهة من خلال خطاب الدكتور جعجع وخطاب دولة الرئيس بري يجعلنا يمكن أن نبني عليها في المستقبل. طبعا هذا لا يكفي، لكن أنا بتصور أنه في حراك، هذا الحراك محتاجين أن احنا نستمر فيه وبالعكس نزيد من سرعته وزخمه، لعل وعسى يساعدنا على إحداث بعض الحلحلة في الملف الرئاسي. مرة أخرى أؤكد لحضرتك على أنه القضية ليست كمية مبادرات أو طرح مبادرات، القضية في أنه هناك أفكار مطروحة، أفكار كثيرة، فقط علينا أن احنا نبحث عن بعض المشتركات نستطيع أن احنا نضعها أمامنا ونستطيع أن نقنع الفرقاء بالقبول بها أو بقدر منها يساعد على المضي قدما فيما يخص الملف الرئاسي. نعم إذن سعادة السفير نحن بانتظار الأسبوع المقبل على صعيد التحرك، على صعيد تحديد موعد لبدء تحرككم وبدء اجتماعاتكم مع عودة باقي السفراء من الخارج. شكرا لك سعادة السفير علاء موسى على هذه الإطلالة الليلة، وأهلا وسهلا فيك، شكرا لك. إذن مشاهدينا فاصل إعلاني وأستقبل رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب لنتحدث عن عدة ملفات، عن ملف رياض سلامة توقيف حاكم مصرف لبنان السابق، عن الملف الرئاسي، أيضا عن ملف المنطقة غزة وما بعد غزة والتسوية الإقليمية والدولية مباشرة بعد هذا الفاصل. ونتابع هذه الحلقة، استضيف رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب لنتحدث عن ملفات وعناوين ومواضيع الساعة الساخنة. معالي الوزير مساء الخير، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. بهالحلقة الأولى بعد الإجازة نعود مع
ملفات وعناوين بعدها موجودة من قبل ومع مستجدات لها علاقة أيضا بملفات تانية. أنا بدي رحب فيك وبعرف دايما أنه أنت على طول في عندك معطياتك ومعلوماتك ومواقفك، وأنا بدي أحكي عن ثلاث ملفات أساسية، عن ملف رياض سلامة، عن الملف الرئاسي، وعن موضوع المنطقة انطلاقا من غزة. نبلش من تحت؟ لا اسمح لي بلش من ملف رياض سلامة. الصورة الأساسية بدك ترسم الصورة يعني، بس يعني الناس ناطرة شو بده يصير بكرة مع رياض سلامة يعني. خليني بلش من هالمكان وبنرجع بنعطي مساحة بس يعني أنا سمعناك عم بتقول أنه اعتبرت أنه تم استدراج رياض سلامة إلى قصر العدل وأنه أوامر خارجية وصلت إلى لبنان بهذا الخصوص. من استدرجه؟ ما هي الأوامر الخارجية حسب معطياتك؟ شو الرواية الكاملة؟ بس أتقلك ليك، بدي أقول لك يعني خلينا نختصره باختصار مفيد. رياض سلامة دفع ثمن عدم التزامه بقانون قيصر وبحصار لبنان، هذه بالسياسة طبعا يعني دفعوا الأمريكان والفرنسوية هالثمن ومعلموا هون ما حماه. عرفت كيف؟ مين يعني تحديدا؟ جورج تسأليش أسئلة بتعرف أجوبة الناس بدها تعرف. شو بدي؟ أنا بدي أعطيك معلومات أساسية بس بدون ما نفوت بالتفاصيل. ماني فاضي ضلنا نبعث محامين على الشكاوى وعلى الخبريات وكذا. هالزلمة دفع ثمن هذا الموضوع طبعا. هو ما التزم بعد الانهيار، ما التزم بالخطة لتسريع الانهيار ولتجويع بالأخير. يعني كان في خطة انه خلاص ممنوع ولا دولار يفوت، المصارف تفرط، ما يعود حدا في حول، ينعمل مشكل حقيقي بالبلد. قام رياض سلامة في 35 مليار بالتعاون مع السلطة السياسية صار يستخدمهم، فلمعوا 9 يعني وين راحوا؟ 25 مليار وين راحوا؟ راحوا على الدعم. طيب أنا عندي سؤال بدي أقول لك شغلي. رياض سلامة هو لازم يدافع عن حاله بكرة، يعني هو مش بملف أوبتيموم وقفه، بملف الاستشارات، ملف الاستشارات هلا اللي 41 مليون أنا بفهمش فيهم هودي التفاصيل، سألت كذا خبير. طيب انا كنت اهرب من ساعة الماتيماتيك بالصف يعني فاش فيها القصص. بس هو المحامين شاطر، انت شاطر بالحسابات السياسية لازم بس مش بالحسابات بالمات مش هذا في 42 مليون دولار. طيب هاودي طالعين بشكل قانوني في مجلس مركزي حسب ما قالوا لي المستشارين، في مجلس مركزي ومبعرف شو وكذا وكله قانوني. ليش رياض سلامة ليش وصلوا على حساب تويني والخوري هذا كمان ورجعوا اجوا على رياض سلامة على مصرف لبنان على حساب احسابه؟ هذا سؤال بده يجاوبوا عنه محامينه. هذا سؤال اساسي بده يجاوبوا عنه محامين. بس عم بتقول حضرتك انه دفع ثمن عدم التزامه بقانون بالسياسه بس ليش هلا يعني توقيت توقيفه ليش هلا؟ ليش صارت هلا؟ مش من شهرين، مش من 6 شهور. صار في ضغوط بالسابق، بالاخير بدك تجيب ملف تتوقف. هلا مين ما كان بلبنان فيك تجيب له ملف بالاخير؟ كل الناس عندها ملف. ما كانت القاضي غادة عون فاتحه بعرف ملف له من سنه. كل الناس عندها ملفات، بس طمن ضيع انا وياك بالنقاش بالاخير توقف وراح يبقى موقف، ما حدا بقى بيسترجي يشيله. ايه طبعا اكيد يعني انت بتتوقع يفتحوا له غير ملف 40؟ شوف هون وصلت لبيت القصيد. هل بده ينفتحوا الملفات اللي بيعنوا اللبنانيين او نحن مثل عادتنا بيضحكوا علينا وقفناه خلص هو خروف العرس بنذبح رياض سلامة والباقي الله يسامحهم؟ خي مش 42 مليون دولار هن المشكلة، القصة القصة غير شيء، القصة 60 و70 مليار الفجوة. السؤال بكرة انا بدي اسأل هالقضاء اللي نحن اعتبرنا انه هناك صحوة قضائية، هل هناك صحوة قضائية فعلية؟ سؤال بينطرح. مظبوط استاذ جورج؟ انت شو بتتوقع معاليك؟
انا لا ما بتوقع، بس انه هالصحوة ستستمر او فقط هذه الصحوة فيها موضوع رياض، يعني رح نجيب بكرة المتعهدين اللي كل واحد معه مليار دولار نسأله كيف طيلاته من الدولة اللبنانية ومن المصريات اللبنانيين، بكرة رح نجيب ملف الكهرباء ونسأل يا شباب، في ناس بيقولوا 25 ناس 40 بعرفش كمان بالرقم انا، بس رح نجي نجيب ملف الكهرباء ونفتح ملف الكهرباء نقول وين راحوا مصريات اللبنانيين، رح نجي نجيب ملف الانترنت غير الشرعي، رح نجي نجيب ملف التليفون والفايبر اوبتيك وبعرف شو كلياتهم. طيب نحن رح نجي نجيب جماعة البنزين والنفط والمازوت، يعني رح نسأله بكرة مثلا ليمين وللشماس انه ليش خي لكم كانوا يعطوكم 30 اعتماد ولغيركم بالشركات واحد، شو السبب؟ كيف كنتوا تاخذوا كاش من عند رياض سلامة من مصرف لبنان بالدولار وتجوا تسددوا على الدولار؟ هاي مش سرقة كمان؟ او لانهم قاعدين بالسفارة الامريكية ببشب شو ما منجيبهم؟ بنشوف كمان يعني كلها نحنا. في شي قاضي بهالجمهورية اللبنانية هيك قبضاي وركابه مناح في روح على الريجي يسأل سؤال او يدخن سيجارة او بياكل قتلة في واوا هونيك؟ يعني يا اخي بدناش نحاسب، بدناش المصاري، عرفت كيف؟ حلق الامريكان سمعت عم يحضروا العقوبات، مثلا بتتفاجأ انه محمود مكية على العقوبات رح ينحط. طبعا في شغل تين حط محمود مكية على العقوبات. ليش؟ عنده ملف ما بعرف شو انا بعرف شو الامريكان عندهم في شعر شو الامريكان عنده، واحد من بيت هذا انصولي مثلا معه رح ينحط. حطينا لك كذا واحد على العقوبات. بس اهم شيء ما تكون عقوبات سياسية. يعني هل قول انت انا عقوبتي انت انا سياسي مش ماجنيسكي الحمد لله سياسية وقبلين اتحمل نتائجها. بس اللي بدي اقول لك انا عدم التزامه بالاربع سنين بملاقات الحصار الدولي على البلد دفع ثمنه. هلق شو بدي، مش لانه حكي يعني حنا ابو طعام وهذا عبد الرفراف ما بعرف شو وفلان علتين، يعني صار كل واحد حبس رياض سلامي، حبسوا الامريكان والفرنسوية قيمة، ما حدا حبسوا منا يعني، ولا حدا في يحبسوا منا كان، ولا حدا في يحبس حدا منا، ولا القضاء عنده صحوي مثل ما قلنا. انا هيدي هالملفات عرفت كيف؟ هلق عبطرحها قدامك اعتبروها اخبار، خلينا نرجع نجيب تبع الدعم تبع النفط تبع المازوت تبع المتعهدين تبع التليفون تبع الانترنت، خايف تحوى الملفات تنشوف شو وين راحوا. طب بدناش نعرف وين المصريات راحوا. خليني ارجع معك عم تقلي عن عقوبات امريكية، يعني شو يعني بناء على شو؟ يعني عقوبات شو سياسية ولا لا سياسية ولا شو قانون قيصر شو قصته؟ لا بس عم تحكي عن اسماء معينة، حكيت عن محمود مكية، حكيت عن عقوبات ماجنيسكي. ماجنيسكي فساد كله فساد، مش عقوبات سياسية، لا عقوبات فساد. طب وهيدي ملفات في كذا متعهد هلا. طب بس هيدي المعلومات يعني او هيدي المعطيات وصلتك من مصادر شو موثوقة يعني او شو؟ ايه يعني انا يعني مثلا انا بسيط يعني فيك الحاج جهاد العرب، انا قبل بسنة قلت له جايك عقوبات. عرفت كيف؟ وشو راح لعند حدا هو مسؤول بالدولة كبير قال له لا. قلت له يعني وصلتني، مش انه انا يعني مخترق الخزانه الامريكيه، في ناس بيوصلوا عاده يعني. طب يعني كيف يعني انت كيف بتعرف ما انت على العقوبات السياسيه؟ كيف ممكن تكون اذا انت على ملف العقوبات السياسيه كيف ممكن تعرف بالناس اللي هم على العقوبات الماليه؟ مش مباشره، مداوره يعني بخبروا دول معينه خبريات كذا بتجي يعني تسرب. لانه انتبه نحن رايحين على انتظام جديد بالبلد. انا تقديري انتبه هو شو صار، هني حطوا خمسة من كبار المسؤولين في البلد على التصفية السياسية. رياض سلامي
منع هذه العملية، أعطاهم أكسجين بدفع ثمنها للزعماء يعني طبعا للتركيبة كلها حطون على أني حطوا خمسة وبلشوا فيهم هودي الخمسة. انت بتعرف يعني كبار اللي قلت له عنهم للرئيس عون كبار ايه كبار هودي كبار هودي الناس بالبلد. زعماء يعني زعماء هالبلد ايه كهودي الخمسة اللي منعرفهم كلياتنا وانت بتعرفهم ولا مين ما سألت لبنان بيعرف بس بقول لك سمي بس تحط لي هو بس هيك يعني طيب ورطوك يعني ايه طبعا بس هيك من شان هيك يعني اذا بدي لك سميه بيعرف هلا انزل لعند البياع الخضرة هلا اذا في عنده عربية هون سألوا مين بقول لك هني هودي اللي 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 استفادوا على ايام السوريين 2-3 منهم ورجعوا بعد 2005 كفوا زادوا عرفت كيف؟ طب هودي هل رح يتحاسبوا او خلص اكتفينا رضيت الناس انبسطت كذا يلا خلينا نرقص على جثة رياض سلامي وهوديكي لا كله ما حدا بيتحاسب ما حدا بيقرب له لان هني حاولوا يقربوا لهم ما قدروا انتبه وحموا حالهم بال 25 مليار اللي انصرفوا وهلق رجعوا عم ياخذوا اكسجين من الدوله ويصرفوا على حساب الدوله هلق عم ينضب ضرائب عم تنصرف باوامر من هودي طيب بالنسبه لموضوع انت وصفت رياض سلامي بابو الهول ايه ما بيحكي يعني ما بيحكي طيب تتوقع انه يحكي يعني لما يصير في استجواب يعني هل تتوقع انه يحكي انه يفضح انا رحت هالناس رحت عنده 7-8 مرات ايه عرفت كيف يعني من سنتين ولورا لك اخي اعطينا ملف طيب اعطينا ملفات الحولوا مصرياتهم لبرا عرفت كيف اعطينا ملفات كذا اعطينا عرفت ونسيت انا شغلي موضوع الهيدي الهندسات المالية هل راح يقربوا لي موضوع الهندسات المالية اللي استفادت منه البنوكي واللي بلش على أساس في 2 من كبار المصارف فارطين بتركيا وبمصر نعمل لهم هندسات هون مين أمر بالهندسات المالية هي كلها لازم تنعرف إذا بدك إذا أنت مزبوط بدك تعمل شيء قضائي مهم وبدك ترضي الرأي العام يعني بتتوقع انه ما يفشي اصلا حاولت معه عدة مرات ايه شو يكون جوابه شو يقول لك ويدخن السيجار وبيضحك ولك اعطينا اللي فللوا مصرياتهم اعطينا البنوك اللي مفلل مصرياتها في بنوك مفلل مصرياتها لبرا ولك اعطينا اللي سحبوا مصرياتهم يا مرة سألته عن واحد قال لي اخذ 20 مليون دولار وعملوا لصاحب البنك وزير بالقصة اها طيب سحب 20 كاش هذه من زمن من بعد 17-20 طيب كمان لما بدي اسالك عن الاسماء ما بتفوت بالاسماء حملوا كاش ايه ليش بدي يفوت بس مين امر بالهندسات يعني اذا بدنا نحدد مين امر بالهندسات والله اذا انا ما بعرف وحياتك بعرفش يعني وحياتك بتعرف بس اخبرك شغله ما هي شركه حلبيه ما هي شركه حلبيه طب انت هلق بتشوفهم بيسبوا لبعضهم بالسياسي بس يكون في قانون بيناسبهم بينزلوا كلهم على الجلسه طب ما هيك السياسه الماليه كل واحد اخذ حصته طب مين اللي استفاد مش طب ليك هلا اذا هالزلمه هو مسؤول عن كل هاو ما لازم يجي ينجاب رياض سلامي ويتحقق معه بالملفات كلياتها خلي يحقق معه بهالملف يا اخي مين انت مين 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 قال لك اوكي على الهندسات الماليه طب انت الكهرباء شو اللي صاير فيها كيف راحت على المصريات او الناس سرقوهن انا وياك سرقنا هالكهرباء وهي بجزء منه صحيح بس بجزء منه كان في سمسرات كمان بملف الكهرباء مش انه بس الناس مزبوط سرقت كهرباء في هدر كان وفي كل هول 100% كله هيدا ما عم نقول لك شو في حدا بيسأل في حدا في فوت على مغارة بس هل مسموح لواحد يفوت على مغارة يسأل شو هاي او عند الميليشيات مغارات الميليشيات ممنوع تنسأل لانه بتاكل قتلي انت عرفت كيف ونشوف شي واحد ما وراء طائفة نتكفي
يعني هو لو وراه مثلا طائفة بيجيبوه؟ ما بيجيبوه. خلينا نكون واقعيين. نعم. بس انت عم بتقلي انه لما قلت له حكي ابتسم ودخن. بس هلا لما صار موقوف ولما في يعني في مصيره بالدق يعني معقول يضل ساكت؟ لازم يحكي كل شيء. لازم أنا مع انه يحكي. ايه انت مع انه يحكي كل شيء؟ طبعا. بس تتوقع يحكي يكون عنده القدرة او النية انه يحكي؟ انا اذا محله اكيد بحكي. هو الخمسة بعلقهم. طيب لما بتقول انه رياض سلامة هيك حكيت انت انه تهبلن لما حمل حاله راح عند المدعي العام التمييزي. طيب حدا ما بيروح بلا محامين؟ لحظة بس حدا بخبرته وبين مزدوجين معلش بدهائه يعني الزلمة عنده خبرة وعنده 30 سنة حاكم مصر في لبنان طلع مين؟ طلع في مين أدعى منه؟ في حدا طمنه يعني قالوا له شاهد بملف ما بعرف شو هو مين الأدهى منه؟ طلع بالقضاء ولا بالسياسة؟ يعني حدا بمنصب سياسي طمنه ولا؟ ما بعرف أنا ما بعرف يعني السؤال هل كان في تعرض لكمين الزلمة طمنوه قالوا له شو حالك وروح؟ أكيد أكيد شو لكن نزل هيك مع شوفير وكذا عنده واللي 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 وقعوا او غطسوا مين متوقع يكون ما حدا شافه تيخبرك يعني ايه بس انت بتحليلك ما بعرف فعلا ما بعرف مين طيب معاليك لما بتقلي بس مثلا ما معه الخبر رئيس هاي ميقاتي وبري ما معه الخبر؟ لا ما معه خبر بالتوقيف طيب فاذا يعني لما بعت وراه مدعي عام التمييز مش المفروض يكون تشاور مع حدا وهالحدا قال له نزلت او طمنه ما بعرف انا بموضوع مدعي عام التمييز بشاور مع حدا لا شك عمل خطوه جريئه مدعي عام التمييز ما حدا ممكن يعملها بس عندنا بلبنان في شي قاضي ما له علاقه بسفاره نحن لو بلد يعني دوله محترمه حالها ممنوع القاضي يتواصل مع سفارات بس هون عندنا انت بتعرف يعني سأل كل السفارات تتواصل معه خاصة السفارات الفاعلة في لبنان تشتغل على القضاة كلهم ايه طب يعني هلأ عم بتلمح انه مدعي عام التمييز بناء على تواصل مع سفارة معينة بعت وراء رياض سلامة انا لمحت لشي انا حكي واضح حكيت عن مدعي عام التمييز كويس وقلت انه كل القضاة بيتواصلوا مع سفارات بس مدعي عام التمييز هو قاضي كمان ما هيك كل الناس تواصل يعني المدعي عام التمييز ورئيس مجلس قضاء الاعلى بحق لهم لان في ملفات هني مع السفارات بقول لك فيش قاضي بلبنان الا بيتواصلوا مع السفارات نعم بدي ارجع معك يعني شو المتوقع هل في سيناريو معين متوقع ابتداء من بكره يعني رح يبدا بكره الاستجواب او التحقيق مع عند بلال حلاوي ايه؟ بلال قاضي ادمي ومحترم على فكره اذا ما عنده معطيات قدامه تستدعي التوقيف ما بيعملها يعني منه ما بيعير ضميره يعني وماهر شعايته اللي بالاتهامية كمان يمكن قالوا لي طالع نفس القصة يعني ماهر آدمي وما ما زلم يخاف الله يعني ما بس إذا في معطيات بيوقفوه وأنا رأيي في معطيات قدامه رح يوقفوه هذا موضوع هذا وهل إلا إذا المحامين وضحوها أي. وهل بتتوقع انه يصير في يدندل ناس تانيين حسب شو بيحكيوا بهي لا ما في بالاربعين مليون ايه الاربعين مليون طالعين بشكل قانوني من مصر في لبنان الامر الغير القانوني فيهم كيف من حساب تويني اجوا على حساب رياض سلامة هذا الامر غير القانوني نعم او هذا الامر اللي هو عليه شبهة ليش اجوا بس هن طالعين بطريقة شرعية هذا هيك عم بيقولوا لي أنا بفهمش فيهم قلت لك نعم. سائل كذا قاضي وكذا خبير قبل ما فوت لعندك نعم. وكتبتهم على التليفون تقول لك إنه حتى طيب بيبقى بهيدا الملف قبل ما انتقل للمحاور الثانية اسألك لما بتقول إنه حضرتك أعطيت الرئيس السابق ميشيل عون أسماء خمس زعماء كبار نهبوا لبنان وهو طلب منك انك تقدم اخبار لكن مع استثناء احد الاسماء أنا وقال لك خليه على جنب انا اعطيته اسماء عرفت كيف وهو انه هو بملف معين هو شركة فيه هذا الملف عرفت كيف
بس حكيت هيك انا طلبني، هو كنت نهار احد، قال لي بدي اشوفك، قلت له اليوم احد، قال لي خلاص اطلب موعد يعني احد عشية يعني. فحددوا موعد دغري تاني يوم الساعة 10 الصبح، ونزلت لعنده. والرئيس كان يعني جاي جديد وبده يطحش بهالامور، فقلت له، قال لي، قلت له بدي اول شيء تسمي لي مدعي عام انت بتمون عليه، حتى لي يعني ما له قيمه الاخبار، اذا يعني ما صرنا عاطين اخبارات كثير وكذا وكله بينحل يعني. ف شو قال لك؟ قال لي طب مين اني يعني مسك ورقه وقلم وقال لي، قال لي مين قلت له هودي هني خمسه، قال لي هذا بلاه هلق المشكله بلبشي معه، عرفت كيف؟ قلت له ليش بدي تبلبش معه ديك انا يعني شو ليش تبلبش مع هذا؟ عرفت كيف؟ ما هي راس الجليد، راس جبل الجليد، عرفت كيف؟ غضينا النظر، غضيت النظر عن المشروع كله من اساسه، غضينا النظر ورجعت اثبتت يعني الايام انه كان معي حق يعني. لك موضوع محمد ابو دياب يعني يعني مين وقف معي دخلك يعني؟ شو اجيت الناس عملت لي تمثال؟ عرفت كيف؟ لو ما السيد دخل وقتها وكذا وعمل القرار الشهير عرفت كيف باعتقال فلان وفلان وفلان، ما كنا يعني كنا يمكن شو بعرفني شو صار يعني. انت كنا عملنا مذبحه يعني. انت لما شفت انه رئيس الجمهوريه مش قادر يفوت بهاي الفوته، قلت ليش بدي فوت انا بهالموضوع هيدا؟ طبعا هيدي هي طبعًا. بشكل مختصر طبعًا. وبرايك الرئيس عون او اي رئيس اخر غيره كان ممكن يكون عنده استعداد يفوت بهالفوته؟ ما بيقدر اقوى منه. ايه طب فاذا انت ليش طلبت منه وانت سلف عارف انه ما حيقدر يفوت فيها؟ لا ما طلبت منه انا جورج، انا حكيتها على التلفزيون وهو بس سمعها، هو بعت ورايي قال لي بدنا نقدم اخبار. عرفت كيف؟ هذا اللي صار. طيب بدنا نضلنا نقول الخمسة، طب ما فينا نخبر العالم منين هالخمسة او شيء اسم منهم؟ ما بتعرفوا نخبرهم. طيب هالاسم يلي طلب منك تستثني انا ما بعرفه. انت بتعرفه خبر. وكيف بدي لا منين بدي اعرفه؟ انا كنت موجود معكم. حشت مسكن كلكم. شو عم تمسكن؟ الجديد بيعرفون كلهم، والتلفزيون التالي بتعرفهم كلهم، والبلد بيعرفون كلهم، والخدرجي بيعرفون كلهم. شو يعني؟ شو طيب يعني ما بدك تفوت بالاسم. رياض سلامي بيعرفهم، سألوا. ما عم بتقول عنه ابو الهول، كيف بدنا نسأله؟ طب هو بينما بس بدك بينما انت مش ابو الهول. لا انا انت ما بتحكي، انا بحكي الاشياء مثل ما هي. ايه بحكي اللي بدي اياه. ايه بس انت انت عندك الجرأة تحكي. عندك الجرأة تحكي. عندي الجرأة بس ما عندي جرأة الانتحار. في فرق بين جرأة ال تاخذنيش انا بشرب الماء خيي. ايه معلش بس انت برايك ما تنشف لنا ريقنا. لا بس انت برايك هن خمسه ولا اكثر من خمسه؟ ما هون السؤال كمان. اساسيين خمسه، في 500 حوالي الاساسي. ما هلا عملنا لك خيي، انت اذا جبت هلا فتحت ملف المتعهدين اللي جزء منه النهب البلد، وفتحت ملف الكهرباء والانترنت غير الشرعي والتليفون والنفط، هاودي يمين وشماس وهاودي اللي معهم الريجي، عرفت كيف؟ هاودي عم بعطيك بس هاودي هاو الملفات بس هاودي قديش فيهم مليارات؟ قديش فيهم مليارات؟ قل لي يعني. في عندك انت بصار الدعم، يعني في عندك منظومه انت بصار الدعم. اشتريت لك شي تنكه زيت مدعومه قدرت تشتري؟ عن جد اذا قدرت قل لي. كانوا الناس يعني عم يوقفوا بالصفوف وما عم بيقدروا، كنت اعمل واسطه تجيب. انا اذا بدي وزع يعني هيك صناديق اعاشي او شيء، كنت اعمل واسطه تاقدر جيب زيت ورز مدعوم. وين اختفى طيب؟ مين اخفاه؟ طب كله ملفات 25 مليار هاي المساله. 25 مليار اندفع من وقت الانهيار لهلق بهالاربع سنين. ايه هلق عم يرفض يدفع منصوري، بس هلق عمالي بيجبوا زيدوا الجبايه، صار معهم مصاري منهم بحاجه لمنصوري، بيصرفوا على القد، ما بيعملوا معاشات الناس، معاشات الدوله ما بيكبروها، تحتالي ما
تاخذ من هاي المصريات، وهلا رجعوا يستعملوا مصريات الدوله، رجعوا يستعملوهم عادي. بس تقفل هذا الموضوع برايك رح نوصل لنتيجه بقصه كل هيدي الملفات وكل هيدا الامر؟ يعني تكون واقعيين. كبر عقلك. كبر يعني فاذا اللي راح راح، واللي اكل الضرب اكل الضرب، وما حنوصل لشيء. وبينذبح خروف العيد. من زمان انا مسميه خروف العيد. وقايل له اياها؟ طبعا هو سمعها شو. سمعها هو. ما كان عنده الخيار هلق يحكي. هلق ما لازم يوعد نفسه بانه رح يحلوا له اياها. كله بده يتبرأ منه. يعني اذا اليوم هلق لان عم ينقال بالمكان التوقيف وفي عنده تلفزيون وتليفون وما بعرف شو، اذا هلا عم يحضرك وعم يسمع كثير عم يحضر، بنصحه. شو بتقول له؟ قل له لرياض سلامه بنصحه يحكي عنهم، لان وعدوه يحموه وما يحموه، يحكي عنهم. بيرقدوا بحلوها. بس انا بهمني نوصل بهول الملفات، يعني بهمنا الستين مليار مش الاربعين مليون دولار. بس كيف يعني احسن ما تطلع كل القصة بكرة انه في اربعين مليون دولار. ما كله. طيب اليوم بدي اسألك سؤال انت استاذ جورج، انت اذا عندك عشرين برج ببيروت، خي عشرين بناية مدين من البنوك مية مليون دولار، جيت وفايتن على الالف وخمسة. طيب انت هي مشروع تجاري، انا وافي على الالف وخمسة، بس انا وافي دين شخصي. منو وافي دين تجاري. طيب هذا اللي مية مليون يعني سرق من اللبنانيين قديش اذا وفيهم على الالف وخمسة هالمية مليون؟ يعني قديش؟ قديش ايه؟ هذا ما لازم ينجاب ويرجع ينفتح الملف؟ طب بدي اسالك سؤال، انت ما سمعت بالاخبار انه هو بدهم ينفتحوا مره؟ وما انفتحوا ل 12 ساعة. ليش تخبوا؟ ليه؟ مين اللي دفع عليه تيرجع يتخبى الملف؟ طب ما طلع خبر انه هودي كلهم بدهم ينجابوا وبده يرجع ينفتح الملف، وكل اللي اخذ كان قرض تجاري يعني اخذ 100 مليون دولار، سارق اللبنانيين 100 مليون دولار اجوا فيهم على 1005، انه اللي عنده قرض تجاري بده يرجع ينفتح ملفاته. انخبط البلد 12 ساعة واختفى الموضوع وتسكر مثل كأنه بذرة ملح فجأة اختفى. ليه؟ شو السبب؟ طيب مرسيل انا على الهواء. طيب خليني اللي عم بيقول المخرج بيحضرك شاب، عم بيقول لي المخرج بركي رياض سلامه عم بدقلك. لا هي بصراحه مارسيل غانم. رد عليه اذا بدك، رد عليه. شو بده منك؟ على الهواء بردش على المجالس بالامانه. طيب عم يعني في بعض المعلومات الامنيه عم بتقول انه مش مثل ما عم ينحكى انه مش غرفة وفيها امتيازات وتليفون وتلفزيون وبالكون وكذا، لا انه غرفة حبس وحمام، يعني بس للتوضيح. على كل، خليني فوت على فاصل اعلاني، وبعد الفاصل بدنا ننتقل للمحور المتعلق بملف رئاسة الجمهورية. ونتابع هذه الحلقة مع الوزير السابق وئام وهاب. معالي الوزير، يعني في العديد من التعليقات ومن يعني كلامك وهالجزء الأول من الحوار يعني أخذ كتير أصداء، وفي عندي العديد من الرسائل وكمية التعليقات والأسئلة كتير كبيرة. المهم خليني انتقل معك لموضوع الملف الرئاسي، يعني اللي شفناه خلال هذا الأسبوع أنه في أول شيء لقاء الرياض بين جان إيف لودريان والمستشار نزار العلولة والسفير البخاري، في حديث عن إعادة تفعيل اجتماعات اللجنة الخماسية، في حديث عن مبادرات داخلية، في كلام للرئيس بري، يعني كل هذه الحركة هل هي حركة بلا بركة أو ممكن ينتج عنها شيء معين؟ سرب لي شغلي
ما بعرف اذا مزبوطة كمان، بس انه خليني يعني خلينا نكبها طالما البركة راكدي، خلينا نكبها البحصر. سمعت انه العلاولة يمكن رأيه انه تصير ثلاثية اللجنة، ما بعرف قديش قديش يعني، مين بده ينشال منها؟ اكيد مش الامريكان والفرنسوي. يعني هيك سمعت، ما بعرف يعني بتصير امريكية فرنسية سعودية، سمعتها مني مأكيد منها حتى لي ما اجزم انا، بس سمعت انه حكي مع لودريان بهذا الكلام. وعرفت شي شو كان جواب لودريان؟ لا 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 ما ما ما, ما عرفت بلا يعني حدا هيك دبلوماسي ببيروت سرب هالمعلومة انه هيك ما بعرف. بكل الحالات هلق ما عنده شي تعمله، لان احنا استاذ جورج جزء من خارطة المنطقة. يعني تركيب هالبازل في جزء هالحجر لبنان ما اجا وقته تيركبوه، عرفت كيف؟ لانه كمان ما هي في اكثر من ملف في الموضوع اللبناني، مش الموضوع الرئاسي. يعني عندك اليوم انت جنوب الرئاسي النفط، طب هاو ثلاث ملفات الاساسية، وعندك موضوع النازحين اللي يبدو محرك بشكل كتير كبير. يعني اليوم يمكن قالوا لي الجمعة كان في ثلاث رؤساء مخابرات أوروبية بسوريا بالشام غير القبرصي، يعني هذا القبرصي تسرب، بس قالوا في اثنين تانين ما بعرف إذا مزبوط كمان، يعني مجري ويوناني وما بعرف شو، بس إنه مبين كله له علاقة بملف النازحين والخوف الأوروبي من هذا الملف. ملف النازحين والأوروبي رجع يفتح، يعني هلا افتتح الإيطالي الموضوع الدبلوماسي. طبعا سوريا ما راح تحكي بالأمن فقط مع الناس، ومبلغة كل الناس افتح سفارتك بحكي أنا وياك، عرفت كيف؟ أمن لحاله ما في، محسوم هالأمر يعني، عرفت كيف؟ في يعني انت عم تحكي عن 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 شهرين كتير فيهم تطورات، مش على طريقة بأن كل مرة هالشهرين صعبين وهالشهرين هينين، فيهم كتير تطورات. اول شيء بدك تشوف شو بيرسل الوضع بغزة، عرفت كيف؟ انا تقديري القرار الدولي ممنوع حماس بغزة، بس بيقدروا ينفذوا هذا القرار، بدك تنطر، بس القرار لا حماس. على فكرة في شيء تحرك على مستوى أوروبا وتركيا وكل دول العالم بموضوع الإخوان المسلمين، اللي هو تحديدا مأخوذ قرار بحرب شعواء على الإخوان المسلمين. ما بعرف كيف بدهم يردوا هني، عم بقول لك هذا القرار، هذا القرار المأخوذ. هذا قرار شو؟ قرار أمريكي؟ قرار دولي شو؟ قرار اللي بياخذوا القرارات واللي بيحركوا الأمور، شو منه قراري وقرارك. وين بده يترجم تحديدا وكيف؟ بلش يترجم هلق بتركيا، حكي المصري الرئيس السيسي مع أردوغان كانوا متفاهمين على الموضوع، حكى بالتمويل بالإعلام بكذا، كله بده ينقطع بأوروبا بلشت، عرفت كيف؟ هلق وين هذا تنظيم منه لعبة بس تلعب معه كمان، هو بده يرد بمحل، وين برد؟ برد بالدول العربية، برد بمحل تاني، بس في قرار مأخوذ بقطع رأس الإخوان إذا قدروا، عرفت كيف؟ وهذا هذا هذا موضوع يعني بلش، عرفت كيف؟ المصري شو عمل؟ المصري حكي بالموضوع السوري كمان، وهلق كمان فات على الموضوع الإيراني والروسي اللي عم ينشغل بين التركي والسوري، فات المصري، عرفت كيف؟ يعني صاروا خمسة بالموضوع كمان، هذا بينعكس علينا بالأخير. في رأي صار عند الكل انه هون في انش يعملوا شيء اذا وضع سوريا هيك، بدون سوريا بهل او بكشيلها من محلها، اذا شلتها من محلها وغيرت الجغرافيا جبت مثلا محلها الهند شي تاني بس طالما هي هون بهالموقع هي ممر إجباري لكل هذا اللي عم ينطرح بالمنطقة. الشغلة الثانية إيران بعد قصة إسماعيل هنية في شغلة أساسية ما حدا انتبه لها، اللي هي إنه إيران منتظمة بالمؤسسات الدولية. إيران راحت على قمة المؤتمر الإسلامي حكت بهذا الموضوع،
راحت على الأمم المتحدة، راحت على مجلس الأمن. في شيء جديد صار، هو انتظام إيران بالمؤسسات الدولية. وهذا اللي رجع أنا رأيي جواد ظريف عن استقالته. وهذا اللي جاب بزشكيان. في شيء جديد بالموضوع. هلا أكيد راح ترد إيران على اغتيال إسماعيل هنية حتما. بس إنه ولكن بترد بطريقة أمنية، بس ما بتفتح حرب بالمنطقة. محسومة. لا بتفتح حرب مع الأمريكان ولا بتفتح حرب بالمنطقة. إيران تفتش على دور ضمن معادلة دولية إقليمية ما، وهي هذا الأمر رح يخليها تسهل الكثير من أمور المنطقة. طيب في شيء أهم، إنه في قرار دولة بضرب اليمين الإسلامي واليمين الإسرائيلي. يعني بكرة بتشوف انت بعد شوي عقوبات على سموريتش وسموتريتش وهذا وبنجفير، وراح يصير في لهم عقوبات. عرفت كيف؟ يعني في انا تقديري، مش تقديري، معلوماتي انه بالاخير اذا قدروا في قرار بفصل وضع لبنان عن وضع المنطقة، بدون ينعمل صيغة فصل. طيب هل قادرين يفصلوا؟ عبقل لك شو فيه، بس ما عبقل لك اذا قررين او لا، هيدي كلها نتائج الحرب بتحددها. انا تقديري بظل هاي الخارطة كليتها، تعالوا نروح على المساحات المشتركة بلبنان. اللي هي وين عم بتشوف مساحات طبعا مشتركة؟ عفاك سؤال حلو. اللي وين خيي خطاب سمير جعجع ما في مساحة مشتركة نحن نحكي نحن وياه؟ خطاب سامي جميل شو اللي هلق ردود الفعل العشوائية او الهجومات العشوائية؟ شيلني نحن سمير جعجع لما يحكيك بثلاث اربع ملفات، وحدة لبنان، عرفت كيف؟ حدود لبنان، رفض الفيدرالية، شهداء المقاومة بالجنوب، مساحات مشتركة تعالوا نحكي فيها. طيب بس ما طيب فارس سعيد ما عنده مساحات مشتركة بخطابه بس لحظة بكلامه؟ يعني فارس منه وطني، منه ما عنده خطاب وطني، ما عنده خطاب توحيدي، ما عنده خطاب رافض للمذهبية والكانتونات والتقسيم وكذا؟ تعال نروح على الخطاب، بنروح على الخطاب المشترك، بنروح على المساحات المشتركة، فيناش نكفيها. بس ما عليك، يعني المعنيين بالأمر ما شافوا فيها مساحات مشتركة. يعني الرئيس بري قال انه في البعض ما حب يقرأ، او ما حب بمعنى اخر ما حب يفهم التطور بمبادرته، يعني وكان عم بشير اكيد لدكتور جعجع. يا اخي الرئيس بري يعني، وشفنا الردود على الدكتور جعجع وقت اللي قال انه رئاسة لا بتمر من حارة حريك ولا مدخلة من عين التينة ولا يعني. طب هيدي منا مساحة مشتركة، هيدي كمان خطاب كان تصعيدي. حكي للناس هالكباية نصها ماي ونصها فاضي، خليني اشوف نص المليان. انا ما في مساحات مشتركة، ما فيها الناس، ما فيها تضل هيك الناس عم بتقوس على بعضها بلا طعمة، ما فيها تضل هيك بالاخير. بدك تروح على المساحات المشتركة. وانا رأيي الحزب عنده حاجة انه يروح على المساحات المشتركة مع كل اللبنانيين، حتى رغم انشغاله بالحرب في يروح يعمل حوارات مع كل الناس بدون استثناء. مع مين يعني؟ هون خليني بلش بالدكتور جعجع طالما اشرت له. يعني برأيك هالمساحة المشتركة او اللي شفتها انت مساحة مشتركة بكلامه، مين اللي لازم يتلقفها؟ يعني مين بتدعي انه يتلقف هذه الإيجابية بكلامه يلي عددتها انت اللي له عليها؟ رئيس بري لازم يحييك. اشطر واحد بهاي القصة الرئيس بري، يعني هو لازم يحييك، بس لازم نروح على المساحات المشتركة. بس الرئيس بري عم بيقول لك انه صار في تطور بطرحه، يعني بدل ما يكون في سبعة ايام حوار عم بيقول لك بضعة ايام. انا في اطراف بالجبل ماني مغروم فيهم، بس في مساحات مشتركة انا وياهم، وحدة الجبل، امن بالجبل، حفاظ على الامن بالجبل، عدم مساحات، يعني بضل في 100 مساحة مشتركة انت الواحد. هلا بس بدك تعمل مشكل كمان بتلاقي 100 مبرر للمشكل. خلينا نروح على المساحة المشتركة. طيب اذا رحنا على هالمساحات المشتركة، فينا ننتج حلول، فينا ننتج رئيس، فينا نحيد حالنا عن العواصف بالمنطقة، أو ملزمين أو بدون يخلصوا منهم لكلهم. أف
طبعا بس يجي الحل الكبير اكيد بدهم يخلصوا منه. لكن بتعرف شو عم ينرسم بالمنطقه؟ عم ينرسم تعرف هلا بالموضوع الفلسطيني، الحوار اللي صاير بالاماكن المغلقه او الاماكن اللي تؤثر بالقرار، عم ينحكى بدوله وحده مثلا افترض فيها فيدراليات معينه، عم ينحكى طبعا الاسرائيلي عنده مسار اخر هو تدمير السلطه الفلسطينيه والغاء اوسلو وبلش فيه ومكفي فيه هيك، عم ينحكى بغزة مين الصيغة ومين التركيبي ومين بده عمر ومين في عم يتركب الفازل. بس انت كنت حكيت انه الخارطة بس انت يعني خارطة سايكس بيكو جديدة محطوطة هلق هون الخارطة ايه، يعني الايراني معترض على هايدي، التركي معترض على هاي، الاسرائيلي معترض على هايدي، كذا المصري معترض على هاي، اوكي بس عمالي بتنرسم. طيب هيدا الرسم عم ينرسم للرئيس الامريكي جديد، ترسموا المؤسسة الامريكية طبعا. اذا نحن على اعتاب انتخابات امريكية جديدة وادارة بتستلم بكانون الثاني، يعني حتكون الدولة العميقة اذا بدنا نقول امريكا راسمة كل هذا الامر؟ اكيد اكيد، يعني بغض النظر عن مين جاي اي رئيس جاي ينفذ هيدا المسؤول 100%. بهالاطار هيدا هل قادرين نحن، يعني في رأيين، حدا بيقول لك انه بهيدي الفترة فترة اذا بدنا نقول يمكن شوف الخليج كيف بلش يتعاطى مع الموضوع، خلينا شوف التقارب قدي كان الخلاف القطري الاماراتي بخر صار في تعاون قطري اماراتي، ادرك ودغري ضرورة هلق تعاون قطري اماراتي قد ما بدك، وكمان السعودي روم انه بضل عنده السعودي حسابات اخرى، ولكن في تعاون بيناتهم صار من الخلاف مدبحين بعضهم من سنتين لك وين صرنا هلا. نحن في رأيين، رأي بيقول لك انه ممكن بهاي الفترة الفاصلة نقدر نزمط بشي، وممكن انه لا نضلنا الى ما بعد ارساء تسوية معينة. ليك ما فينا نزمط بشي قبل نهاية الحرب. اول شيء بشو بترجع، يعني اول شيء شو نهاية الحرب، شو نتائجها؟ السيد عنده 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 براسه اكيد يعني خارطة، ما السيد قال ستنتهي الحرب بخير كثير للبنان، انا اصدقه بهذا الامر، ولكن شو معطياته بهذا الامر؟ اكيد موضوع النفط، يعني موضوع النفط الحزب عم بفاوض عليه، هذا يعني هذا بيعني انه في الحزب عم بفاوض على موضوع النفط، او اول شيء تسمحوا لك تستثمر بالموضوع، عرفت كيف؟ وبدك تلاقي محل بحوض البحر المتوسط بين هالناس، القبرصي عم يحرك، اليوناني عم يحرك، التركي عم يحرك، المصري عم يحرك، كله هذا موضوع له علاقة بالنفط، بنفط المنطقة، عرفت كيف؟ بدك تلاقي محل لك او بعدش حدا يطلع فيك. يعني بقدر افهم منك انه كل هيدا الحكي اللي له علاقه، يعني حتى نختم نرجع بالموضوع الرئاسي، كل الحكي اللي له علاقه بحراك الخماسيه بالمبادرات الداخليه، ان كان كتله الاعتدال او الدكتور سكاف غسان سكاف او الحديث عن نواه للقاء نيابي تشاوري انطلاقا من حركه النواب الاربعه اللي ظهروا من التيار، كل هيدا الكلام وكل هيدا الحراك هو لتعبئه الوقت الضائع، ما بينتج رئيس ولا بينتج تحريك للمياه الراكدة. بشرفك جورج، كل هذا الحراك بيحرش سؤالك أصلا. إذا في كلمة سر هي عنا ببري خلاص، والباقي كله تسلي له. بس لما بقول إذا في كلمة سر، بس ما في كلمة إذا في كلمة سر عند الرئيس بري، لما بقول لك إنه بدل ما يكون 7 أيام حوار بضعة أيام هي أقل من 5 أيام، ما هو كمان مستعد أعمل جلسة بدورات متتالية، يعني مش من ضمن كلمة يفتح جلسة مفتوحة. ما هي من ضمن كلمة السر ممكن يكون إنه شلنا هن شوي سليهم للشباب تيكون إجا الوقت. ما هي ممكن كمان ينتهوا يعني. يا سلامة طبيعي. أستاذ وئام وهاب، بالختام يعني إذا بدنا نعطي شيء له علاقة بالمنطقة ككل، يعني أنت كنت أشرت إلى ممكن يكون في سميتها خطة شيطانية
ممكن تنرسم للمنطقة، بينما هلأ أنت عم تحكيني عن سايكس بيكو جديد. إيه ما هي خطة. طيب هذه الخطة يلي إيه ممكن خطة جديدة شيطانية كبيرة مهمة. إيه عال بس قدي في خوف أو في قلق على نحنا كوضع لبناني كصيغة لبنانية، يعني إذا بدنا نختم بهذا الإطار. ما في الصيغة اللبنانية صيغة رح يبقى لبنان موحد ما حدا، يعني منه مطروح بحساب حدا هذا الشيء الثاني يعني، عرفت كيف؟ ولكن يعني في مثل ما قلت انا، ما فيك تضلك بعد هاي الخطه اذا مشت، ما في ضلوا لبنان ساحه لملفات المنطقه، بده يفصل حاله، بده يعيش، عرفت كيف؟ في مساعدته، في قرار بمساعدته بهذا الامر. ولكن هلق قصة الجنوب هي اللي بتحدد استاذ جورج، اللي بعد ما حكينا فيها نحن انا وياك. نعم. الحرب بالجنوب هي بتحدد بالاخير، الحرب بالجنوب على ضوءها بيتوقف شغلات كتيرة. اذا نحن بانتظار ما بعد غزة، ما بعد الحرب، ليبنى على الشيء مقتضى. ايه طبيعي. نعم. طبيعي. طيب طبيعي. اشارة بس هون انا وعم بختم معك، الاستاذ محمد نمر ناشر موقع لبنان الكبير بيقول انه تعليقا على موضوع انه المستشار نزار العلاولة قال انه الخماسية تصبح ثلاثية، بيقول انه وفق معلوماته انه هذا الكلام غير صحيح لا من قريب ولا من بعيد، ومن رمى هذا الكلام هو من نسج الخيال وهدفه ان يتم نقل هذا الكلام. بيقول لك معالي الوزير السفراء مستمرون بمسعاهم وسيجتمعون الأسبوع المقبل لاستكمال جهودهم. أكيد بالوسعة ما أكدت، يعني هو محمد بيعرف أكثر يعني. نعم. قريب من الجو السعودي. نعم. وبيعرف أكثر. أنا بدي أشكرك رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق ويام وهاب على هذه الإطلالة الليلة، الإطلالة الدسمة يعني. الله يخليك. بالملفات المتعددة مثل العادة. ما عدنا حكينا جنوب بس أبداً. انتهينا بملف رياض سلامي لا وبعدين ما الجنوب جزء من ما هيك من المنطقة ومن غزة ومن الملف الكامل. انا اليوم يعني نتنياهو مهدد بحرب اليوم امبارح. اي بس هل برايك هذا التهديد هو تهديد فعلي ولا تهديد له علاقة بالداخل الاسرائيلي؟ لانه لو في عملها كان عملها. يعني هو عنده امكانيات والحزب عنده امكانيات يدمره كمان يعني، منه انا بعتقد لو في عملها يعني، بس يحس حاله في يعملها صارت الحرب. ما بننطر حتى نسمع خبر. نعم. شكرا لك معالي الوزير وئام وهاب، اهلا وسهلا فيك. شكرا لحضورك معنا. مشاهدينا شكرا لمتابعتكم هذه الحلقه، الى اللقاء الاسبوع المقبل.